مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وعودة جديدة للمحترف. في الأول طبعا بشكر كل الناس اللي يمكن سألوا عليا في الفترة اللي فاتت، والحمد لله الأمور عدت على خير. يا رب يا رب كل الشفاء لكل المرضى، وياريت كلنا نخلي بالنا في الفترة ديت لأنها فترة صعبة جدا جدا، مش على مصر بس، على العالم كله. كورونا وتداعيات كورونا، يا رب يكون الشفاء للجميع، وتخلي بالكم أكيد من الإجراءات الاحترازية لأنها مهمة جدا في الفترة ديت. إن شاء الله يكون الشفاء للجميع والخير للجميع. مع عودتنا للمحترف أكيد هيكون تركيزنا أكيد على بطولة الأمم الأفريقية وتمثيل مصر لغاية دلوقتي بشكل هنتكلم عليه بالتفصيل، وكمان عندنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم كمان على ما قادم للبطولة الأفريقية. هنقابل مين في دور 16، الفرق، المجموعات، كل ده من خلال حلقتنا النهاردة إن شاء الله. خلينا نتكلم مع حضراتكم على تقييم منتخب مصر لغاية دلوقتي في البطولة الأفريقية، بداية من مباراة نيجيريا اللي كان فيها توتر كبير جدا على مستوى توظيف اللاعبين، على مستوى أداء اللاعبين، كمان على مستوى النتيجة، ولولا محمد الشناوي يمكن كنا خسرنا بأكتر من هدف. بعديها طبعا مباراة غينيا بيساو، كان الهدف الأساسي من هذه المباراة أكيد هو الفوز للحفاظ طبعا على طبعا حظوظنا للوصول للدور الثاني، مع تعديل بعض المراكز، مع عدلة الملعب بمعنى أصح. زي ما حضراتكم عارفين يمكن كلنا فوجئنا في المباراة الأولى أمام نيجيريا بتغيير مراكز لعيبة مهمة جدا زي محمد صلاح في مركز رأس الحربة، مصطفى محمد بيلعب طرف يمين، كمان وجود تريزيجيه بعد غياب 9 شهور ولم يتأهل بيبدأ المباراة. لكن زي ما بقول لحضراتكم مباراة نيجيريا كانت مباراة أعتقد للنسيان، مباراة منتخب مصر خسر فيها كل شيء حتى على مستوى الأداء على مستوى النتيجة. لكن تيجي غينيا بيساو بنصحح الأوضاع بشكل أو بآخر، وكمان مباراة يمكن مباراة السودان الأخيرة اللي كان يعني كلنا كنا متفائلين إن حتى مع احترامي طبعا لمنتخب السودان كان منتخب المصري كل الترشيحات إنه هيفوز وهيفوز بعدد وافر من الأهداف، لكن فوجئنا إن يعني الحمد لله كسبنا 1-0 يعني برأسية محمد عبد المنعم طبعا لاعب النادي الأهلي المعار لفيوتشر، وأول هدف دولي لهذا اللاعب. أنا بتكلم على هذا اللاعب، لاعب واعد، لاعب على مستوى عالي جدا. ليه بقول مستوى عالي جدا؟ لأنه لاعب أول مرة يشارك في البطولة الأفريقية، بطولة صعبة، لاعب ما عندوش خبرات أفريقية كتيرة، لكن بيتزن بالهدوء والقوة والسرعة. وكمان امبارح أو في خلال مباراة منتخب مصر كمان نقدر نقول إن هو لاعب إن شاء الله يكون كمان لاعب هداف. ففي مكاسب أكيد طبعا وصول مصر لدور ال 16 ده أهم المكاسب. ممكن نتكلم على الأداء لغاية دلوقتي غير مقنع أكيد للمنتخب المصري، لكن بقول لحضراتكم إنها بطولة صعبة جدا على مستوى المنتخبات. ظهرت المنتخبات اللي هو ما بين قوسين منتخبات متوسطة ظهرت بأداء أكتر من رائع. بنشوف غينيا بيساو، بنشوف سيراليون، بنشوف كمان الرأس الأخضر اللي كان فاجئ كمان الجميع بفوزه على غانا، وأعتقد كمان خروج منتخب غانا منتخب كبير جدا وخروجه لأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية من الدور من الأدوار الأولى، كمان ده بيدل إن إحنا قدام بطولة مميزة على مستوى المنتخبات المتوسطة اللي ظهرت بمستوى أكتر من رائع، كمان على مستوى منتخبات الصف الأول وخروجها. يعني بتكلم مع حضراتكم لغاية دلوقتي والمنتخب الجزائري خسران ب3 أهداف أمام المنتخب ساحل العاج. مفاجآت كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكم، بطولة غريبة، بطولة فيها مفاجآت كتيرة، واللي بنطلع منه لغاية دلوقتي من البطولة ديت إن الكرة الأفريقية ما بين قوسين الفرق ذو المستوى الثاني والمستوى الثالث أصبحت عندها لعيبة مميزة جدا، أصبحوا بيقدموا كرة سريعة فيها القوة والسرعة. بقول لحضراتكم منتخب زي الرأس الأخضر، نتكلم على منتخب غينيا الاستوائية اللي بيقدم مستويات أكتر من رائعة، خروج غانا، خروج أعتقد الجزائر من البطولة كانت مفاجأة كبيرة جدا، حامل اللقب بيخرج من دور المجموعات. منتخب مصر إن شاء الله عايز اقول لحضراتكم بالنتائج لغايه دلوقتي هيقابل منتخب ساحل العاج.
وانا دايما بفتكر يعني برجع بالذاكره لما كنت لاعب في منتخب مصر في 98، نفس ظروف منتخب مصر الحاليه. الدور الاولاني بست نقاط، ويمكن افتكر كانت المباراه الاخيره في دور المجموعات كانت امام المنتخب المغربي. التعادل كان يخلينا في المركز الاول، ودايما كنا بنبص احنا كلعيبه وجهاز فني بنبص دايما ان احنا نعتلي المجموعه علشان يمكن نقابل التاني من المجموعات الاخرى. بعد المباراه انا فاكر كويس قوي قوي الكابتن جوهري الله يرحمه، ويمكن بطوله 98 من البطولات المميزه في تاريخ الكره المصريه. بعد خسارتنا من المغرب 1-0 كنت زعلان جدا جدا، واثناء بعد المباراه على طول كنت متنرفز، ويمكن اتضايقت شويه وكلمت اللعيبه ازاي نتغلب، واحنا كنا عايزين نطلع اول مجموعه مش عايزين نقابل ساحل العاج، لان ساحل العاج كانت هي في طريقنا، وهي كانت من الفرق القويه جدا وكانت من اقوى الفرق الموجوده والفرق المرشحه للحصول على هذه البطوله. رحنا المعسكر، كابتن جوهري اجتمع بينا وقال لنا البطل اللي عايز ياخد البطوله يكسب اي فرقه. منتخب ساحل العاج منتخب كبير منتخب قوي، لكن كمان انتوا اللي عملتوه في دور المجموعات بيقول ان احنا منتخب قوي، خلينا زي ما احنا ماشيين مركزين في كل مباراه مباراه بمباراه، وان شاء الله نكسب منتخب ساحل العاج. وفعلا ده اللي حصل، قابلنا ساحل العاج في دور الثمانيه وقدرنا نكسب بضربات الجزاء. منتخب ساحل العاج منتخب كبير، كان منتخب قوي جدا، لكن اسم مصر يا جماعه كبير جدا، اسم منتخب مصر مهما مرت الظروف اسم كبير، وبيخلي اي فرقه في افريقيا بتحترم هذا الاسم. منتخب ساحل العاج في 98 احترمنا، وكان يمكن احترمنا بزياده، وبدات المباراه تاخد الشكل ان هم خايفين يهاجموا، واحنا كمان متحفزين لحد ما لغايه المباراه ما خلصت في وقتها الاصلي بالتعادل، ورحنا لضربات الجزاء والحمد لله فزنا. فزنا بمباراه ساحل العاج، بدانا نبص على البطوله. من البدايه بنبص ان احنا ان شاء الله عايزين نحقق البطوله، لكن تفتكروا 98 واجواء 98 قبل البطوله الكل كان بيقول، وطبعا الكابتن جوهري طبعا بشكل احترافي كبير جدا رفع الضغوط علينا وعلى طبعا البعثه بالكامل، وصرح ان احنا رايحين ناخد المركز ال 13. لكن جوانا من اول ما وصلنا احنا عايزين البطوله، ومباراه ساحل العاج كانت هي زي ما بيقولوا كده عنق الزجاجه اللي خرجنا منها، وفعلا بدانا نحس ان احنا اصحاب هذه البطوله. يا رب ان شاء الله يكون هذا الاحساس، وحتى لو قابلنا ساحل العاج فريق كويس فريق منظم، شفناه يمكن والمباراه لسه ما خلصتش 3-0 امام المنتخب الجزائري بيقدم كوره جميله جدا، لكن تاني بقول ان منتخب مصر اسم كبير، كلنا امال كبيره جدا ان شاء الله يوم الاربعاء ان احنا مهما نقابل، اذا كان هنقابل ساحل العاج يعني لسه يعني اصدقائي في الاعداد بيقولوا لي النتيجه 3-1، لكن كمان بالنتيجه ديت خروج المنتخب الجزائري. الاهم زي ما بقول لحضراتكم مصر اسم كبير، واللعيبه اكيد عارفه الكلام دوت، وان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء نتعدى دور ال 16، وان شاء الله باذن الله هتتفتح الطريق قدامنا باذن الله، وان شاء الله تكون هذه البطوله بطوله المنتخب المصري. طيب خلينا قبل ما نخش في الصحف وعناوين الصحف العالميه عندنا شويه اخبار نتكلم فيها مع حضراتكم. طب خبر مهم جدا طبعا لنادينا العظيم النادي الاهلي اللي بيستعد للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه في الامارات. النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن يمكن القائمه المبدئيه اللي هيشارك بيها ان شاء الله النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه في الامارات، واللي بيستعد طبعا النادي الاهلي في الشهر المقبل ان شاء الله في المشاركه في هذا المونديال. زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا كمان سي في رائع لكاس العالم للانديه البرونزيه في طبعا العام الماضي، وان شاء الله نروح لابعد نقطه في كاس العالم للانديه في ان شاء الله في ابو ظبي. ان شاء الله حضراتكم عارفين ان البطوله من يوم 2 فبراير لغايه 10 فبراير، والحمد لله زي ما بقول لحضراتكم عندنا يعني لعيبه امكانياتها تؤهلها ان شاء الله ان احنا نوصل لابعد نقطه في هذه البطوله. القائمه الحمراء اللي اعلنها الفيفا النهارده اللي هتمثل نادينا النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء. خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف،
ما بين قوسين ان شاء الله يكون بدري بنون في حال التعافي، بدري بنون ان شاء الله يكون متواجد. كل التمنيات طبعا بالشفاء العاجل لنجمنا الكبير المغربي بدر بنون. معاهم في خط الظهر محمود وحيد، علي معلول، كريم فؤاد، محمد هاني، احمد كوكا، محمد اشرف، واكرم توفيق طبعا يعني مش هيكون اكيد متواجد نتيجه طبعا اصابته بالرباط الصليبي، كمان خساره كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. طبعا اكرم في اعلى معدلاته الفنيه والبدنيه بنخسر مجهوداته، لكن ان شاء الله يتواجد ان شاء الله في اقرب فرصه، ثلاث يعني خمس ست شهور ان شاء الله باذن الله. انا عارف اكرم كويس، عنده اراده قويه جدا، عنده عزيمه كويسه جدا، وان شاء الله يكون متعافي ان شاء الله خلال ست شهور. خط النص ان شاء الله حمدي فتحي، عمرو الصليه، اليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان، مجدي قفشه، محمد محمود، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، وميكي سوني، احمد عبد القادر، عمار حمدي، صالح نصر، محمد فخري، زياد طارق. ده طبعا في خط النص، وزي ما حضراتكم شايفين ثلاث اربع خمس اسماء من ولادنا اللي عاملين اداء اكتر من رائع كمان في كاس الرابطه للانديه المحترفه المصريه في امام نادي الاسماعيلي، ظهروا باداء اكتر من رائع، وهو ده المكسب الحقيقي من هذه البطوله. عايزين ناخد الكاس، لكن المكسب الحقيقي اعتقد موسيماني بيتعامل باحترافيه كبيره جدا وبيقدم للمستقبل، وده مهم جدا جدا ان انت تشتغل على الحاضر والمستقبل. بيقدم لنا مجموعه من اللعيبه ان شاء الله تكون يعني اساس البطولات في الفتره اللي جايه من ولاد وبراعم وناشئين النادي الاهلي. خط الهجوم ان شاء الله هيكون حسام حسن وطبعا محمد شريف وصلاح محسن. ده على مستوى نادينا العظيم واستعداده لكاس العالم للانديه. طيب على مستوى طبعا كيليان مبابي، طبعا نجم باريس سان جيرمان، يمكن بيداعب زميله في الفريق اشرف حكيمي بعد الهدف الرائع اللي احرزه هذا النجم المغربي في مرمى الجابون ببطوله كاس الامم الافريقيه. نشر مبابي عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي انستجرام صوره لحكيمي وهو طبعا بيحتفل بالهدف، وكتب عليها يعني جنوني اشرف، وبيسال اشرف هل انت مريض ام ماذا. طبعا كان احتفال كبير جدا، كان هدف اكتر من رائع. مبابي طبعا بيعلق على صوره حكيمي وبيقول يعني بلغه الدعابه، وعارفين ان طبعا اشرف حكيمي عمل هدف رائع في مرمى الجابون من ركله حره مباشره، ضمن بيها طبعا المنتخب المغربي صداره المجموعه والتاهل للدور الثاني في الكاس الافريقيه. مبابي كمان بتربطه صداقه كبيره طبعا مع حكيمي منذ انتقال حكيمي من الانتر ل طبعا باريس سان جيرمان بمبلغ 60 مليون يورو، وحكيمي كمان بيقدم هدف اكتر من رائع للمنتخب المغربي، يقول ان هو اكيد لعيب كبير جدا على مستوى باريس سان جيرمان وكمان على مستوى المنتخب المغربي. تمام، عندنا خبر يمكن عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، محمد صلاح. يمكن وكيل محمد صلاح بيثير الجدل في كل المواقف حول يمكن اثار خلال يمكن صوره نزلها على انستجرام عنده على مستوى طبعا تعاقد محمد صلاح مع او تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول. ما زال لسه مستقبل محمد صلاح لغايه دلوقتي مستقبل غامض مع فريق ليفربول، في ظل طبعا عدم التوصل لغايه دلوقتي لاتفاق بينه وما بين مسؤولي النادي بشان التجديد طبعا في التعاقد. عارفين عقد محمد صلاح هينتهي الصيف يعني في يونيو 23، يعني كمان تقريبا سنة ونص عقد محمد صلاح بينتهي، ومنذ فترة كبيرة يعني في تعاقد وفي مفاوضات كتيرة جدا ما بين محمد صلاح وما بين ليفربول. ونشر رامي عباس صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ظهر فيها محمد صلاح وهو بيضحك، يعني كان في الصورة محمد صلاح قاعد على المكتب وبيضحك جدا ووراه رامي طبعا عباس ده وكيله وهو مشغول في يعني لقطة زي ما حضراتكم عارفين. اللقطة يعني فيها جدل كبير جدا، ايه اللي عايز يقوله وكيل محمد صلاح بالصورة ديت؟ عايز يقول الكورة في ملعب ليفربول احنا قدمنا العرض بتاعنا واحنا منتظرين، وخلي بالكم كمان على مستوى فابريزيو رومانو كمان رئيس ريال مدريد من خلال طبعا بعض مش هقول التصريحات لكن
عبل المسج طبعا ده طبعا وكيل اللاعبين في نادي ريال مدريد، كان في تواصل كده عبر الواتساب مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، بيقول له اخبارك ايه؟ فقال له احنا يعني انا كويس بس الموضوع بقى ممل شويه. يعني كل دوت اكيد في محاوله للضغط على اداره ليفربول للاسراع في عمليه التعاقد محمد صلاح. حضراتكم عارفين محمد صلاح يمكن طالب في العقد الجديد انه يرتفع عقده من 200,000 جنيه استرليني اسبوعيا ل 400,000 جنيه استرليني اسبوعيا، وده اللي لغايه دلوقتي اعتقد ما وصلش يعني الى لغه التفاوض الايجابي بالنسبه لليفربول. ليفربول لغايه دلوقتي من خلال طبعا اتصالاتنا ومن خلال بعض المراسلين او بعض الصحفيين الموجودين في انجلترا بيقول ليفربول لغايه دلوقتي مش موافق على يمكن ما طلبه محمد صلاح من ارتفاع اكثر من الضعف تقريبا، يمكن محمد كمان وصل ل 450,000 في الاسبوع. ليفربول لغايه دلوقتي يمكن عارض حوالي 300,000 استرليني اسبوعيا لمحمد صلاح، وده لا يليق، او هو محمد صلاح او وكيله شايف ان العرض دوت غير مناسب. مصير محمد صلاح هيكون ايه في خلال الفتره اللي جايه؟ اعتقد واعتقادي الشخصي ان ليفربول يعني اعتقد هتيجي شويه ناحيه محمد صلاح. ليه هتيجي ناحيه محمد صلاح؟ لان محمد صلاح احسن لاعب في العالم، محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا. محمد صلاح ويمكن شفنا من خلال بعض مباريات ليفربول بدون محمد صلاح وساديو ماني كان في بعض التعثر شويه، رغم فوزهم على يمكن المباراه الاخيره 3-0 على برينتفورد، لكن المباراه اللي قبلها كان في طبعا اخفاق في عمليه التسجيل. محمد صلاح لعيب مهم جدا 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 لليفربول. اعتقادي الشخصي ان شاء الله باذن الله يكون في تجديد للتعاقد مع محمد صلاح. في حاله عدم التعاقد اعتقد الطريق هيكون مفتوح لريال مدريد. ريال مدريد كمان دلوقتي افضل كتير من السنه اللي فاتت، دلوقتي على مستوى الليجا اعتقد هو خلاص حسم الليجا بشكل كبير جدا، على مستوى اللاعبين الموجودين في عناصر جيده، ممكن جدا يكون الوجهه القادمه لمحمد صلاح. في حاله عدم تقديم عرض مناسب لمحمد صلاح او عدم يعني رغبات محمد صلاح مش هتجاب، هيكون الطريق الى ريال مدريد. كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح، وبدايه من كاس الامم الافريقيه اعتقادي الشخصي من اللي بشوفه محمد صلاح يمكن المستوى مستوى مصر كلها بصراحه، مش محمد صلاح بس، مش على المستوى الجيد، لكن انا عارف محمد صلاح عينه على البطوله، نفس محمد صلاح وده اللي طلع قاله انه نفسه انه يفوز بلقب قاري مع منتخب بلاده، ده اولا هيتحط في السي في بتاعه، وكمان هيكون يعني نقطه مهمه جدا جدا في مشوار محمد صلاح للحصول على افضل لاعب ان شاء الله باذن الله في العالم لعام 2022. حضراتكم عارفين يمكن الجائزه 2021 راحت لي طبعا نجم البولندي ونجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي عايز اقول كمان حضراتكم ان هو بيواصل الافراح ديت بعد حصوله على جائزه افضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي، ومن حقه بصراحه لانه عن ليفاندوفسكي بيقدم مستويات اكثر من رائعه. سعيد جدا، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح وصل للمركز الثالث للمره الثانيه. محمد صلاح وخلي بالكم يا جماعه يعني اكيد محمد كلنا نتمنى انه كان محمد صلاح يفوز بهذه الجائزه، لكن للاحقيه ليفاندوفسكي كان احق بهذه الجائزه، لكن في 22 ان شاء الله بالمستوى اللي بيقدم محمد صلاح مع ليفربول وحصوله باذن الله على بطوله امم افريقيا، ان شاء الله محمد صلاح المرشح الاقوى والاقرب لي يكون افضل لاعب في افضل لاعب في العالم ل 2022. تعالوا مع حضراتكم نشوف ونعيش الفرحه اللي بيعيشها ليفاندوفسكي، ونشوف بيقول ايه بعد ما رجع طبعا من الحفل، بدأ تاني يرجع لتدريباته مع باير ميونخ. نشوف مع حضراتكم ليفاندوفسكي، لان كمان زي ما بقول لحضراتكم كان فرحه كبيره على مستوى المانيا، كان في كمان حزن كبير جدا ان ليفاندوفسكي ما حصلش على البالندور. يمكن من شهرين اللي فاتوا كان كل التوقعات كمان في المانيا ان ليفاندوفسكي هيحصل على البالندور، لكن بعد حصول ميسي كان في حزن كبير جدا، لكن في كمان دلوقتي فرحه كبيره جدا في المانيا وخاصه لبايرن ميونخ بحصول هذا اللاعب على جائزه افضل لاعب في العالم. طيب Ja, ich bin sehr stolz, wenn du
أنا فخور جدا عندما تعلم أن اللاعبين والمدربين صوتوا لك وكذلك الصحفيين. هذا دائما ما يجعلني أشعر بالفخر، وهذا يعني كل ما نفعله نحن وأنا وما فعلته والنجاح الذي حققته والعديد من المحترفين والناس في كرة القدم يشاهدون أسلوبي في اللعب والأهداف والعروض على أرض الملعب كل يوم، وليس مجرد النظر إلى الإحصائيات. عندما دخلت غرفة تغيير الملابس هنأني كل عضو في الفريق، هذا لطيف للغاية. في بعض الأحيان لا أظهر الكثير من المشاعر التي أشعر بها في داخلي، لكنني سعيد لأن جميع زملائي في الفريق هنأوني. كما قلت هم يقفون ورائي. هذه الجائزة تخصهم أيضا، لأننا لا نستطيع إلا العمل معا لتحقيق النجاح. أنا أحترم كل لاعب لأنه لن يكون ممكنا بدون كل لاعب على أرض الملعب، لذا أود أن أهنئهم على العودة. كما قلت تنتمي جميع جوائزي أيضا إلى هذا الفريق. ده طبعا احتفال ليفاندوفسكي بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2021 ورجوعه تاني لتدريبات بايرن ميونخ. زي ما بقول لحضراتكم لعيب فعلا على مستوى الالتزام على مستوى التهديف، لعيب أكتر من رائع. نروح من ألمانيا ومن بايرن ميونخ نروح لصراع الدوري الإنجليزي اللي لسه بيتواصل طبعا مع غياب عدد كبير من اللعيبة الأفارقة. الحقيقة الدوري الإنجليزي مستمر بشكل أكتر من رائع. كان في امبارح مباراتين جامدين جدا مؤجلتين من الجولة الـ 17 في البريمير ليج. المباراة كانت ما بين توتنهام المتألق أخيرا مع كونتي المدير الفني الإيطالي أمام طبعا فريق ليستر سيتي، وقدر توتنهام يكسب مباراة مثيرة جدا 3-2. دايما كان ليستر بيتقدم 1-0 يتعادل توتنهام ثم 2-1 ويتعادل لغاية ما وصلت طبعا للبلاس 90 في الدقيقة 97 قدر توتنهام يفوز 3-2 على ليستر. يعني كمان لسه دلوقتي في الاعداد بيقولوا لي خلاص يمكن كان في هدف للمنتخب ساحل العاج لتصل النتيجه 4-1 لكن الفار لغاه وبتنتهي النتيجه دلوقتي بفوز المنتخب ساحل العاج على الجزائر 3-1 والخروج الرسمي لمنتخب الجزائر في مفاجاه كبيره جدا جدا. المنتخب الجزائري حامل اللقب بيخرج من الادوار او من دور المجموعات في الكاميرون 2022. ده يعني في اعتقادي بعد خروج غانا المنتخب الجزائري كمان من أكبر مفاجآت هذه البطولة. زي ما بقول لحضراتكم بطولة مهمة جدا، بطولة غريبة جدا، لكن دي بتدل أن حتى دلوقتي خلاص كل المستويات بقت متقاربة جدا. المستوى الأول قريب من المستوى الثاني للمستوى الثالث، مفيش في القرى الأفريقية الفوارق الكبيرة جدا، خلاص الموضوع انتهى. دلوقتي كل الفرق الأفريقية حتى على مستوى المستوى لو بتتكلم على المستوى الثاني زي الراس الاخضر اللي وصل، بتتكلم على غينيا الاستوائيه اللي بقت ثاني المجموعه بعد ساحل العاج. وزي ما بقول لحضراتكم دلوقتي الكوره في ملعبنا، ان شاء الله نقابل منتخب ساحل العاج ونعيد ذكريات 98 مش بضربات الجزاء لكن بالفوز ان شاء الله، وتكون هي ديت البوابه اللي هنخرج منها ان شاء الله للوصول على الاقل للمباراه النهائيه. نرجع للبريمير ليج ونشوف كونتي قال ايه المدير الفني لتوتنهام بعد الفوز الكبير والمثير على ليستر سيتي 3-2. بالنسبة لنا من المهم جدا الحصول على 3 نقاط خاصة ضد فريق قوي مثل ليستر سيتي. بالنسبة لنا من المهم جدا تحسين ثقتنا وإيماننا والفوز أيضا بهذه الطريقة وإظهار أن لديك قوة وشخصية كبيرة. لم يرغب اللاعبون في قبول الهزيمة، وكان من المهم بالنسبة لي رؤية ذلك على أرض الملعب. نحن في وضع جيد في جدول الترتيب، ولكن علينا أن نعرف جيدا أنه سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على هذا المركز. علينا محاولة القتال من أجل شيء مهم. علينا أن نواصل العمل للتحسن، وإذا كانت هناك إمكانية في سوق الانتقالات هذا لزيادة الفريق أيضا عدديا فسيكون ذلك مهما للغاية. طبعا كنت سعيد جدا جدا بالفوز، ما قال الفوز كان صعب، ولكن ما يميز دلوقتي توتنهام هو عنصر
الإرادة، يمكن خدوا من المدير الفني شوية كونتي، عارفين كونتي قد إيه عنده روح عالية جدا بتظهر من خلال وجوده على الخط، بتحس إن في روح جديدة في توتنهام وقدر يفوز على ليستر 3-2. كمان على مستوى المدربين الجدد على البريمير ليج، رالف رانكن طبعا المدير الفني لمانشستر يونايتد، مانشستر بيفوز كمان على برينتفورد بنتيجة 3-1. زي حضراتكم عارفين كمان ان كان ليفربول كمان كسب برينتفورد يعني بنتيجه كبيره 3-0 بدون محمد صلاح وبدون ساديو ماني وكيتا. لكن كمان على مستوى المدير الفني للمان يونايتد رالف رانجن كان سعيد جدا بهذا الفوز لمانشستر يونايتد، يقترب حبه حبه من الادوار او من التوب فايف في البريمير ليج. تعالوا مع بعض نشوف كمان رالف قال ايه بعد فوز مانشستر يونايتد على برينتفورد 3-1. I didn't expect him to hug me after being substituted. لم اكن اتوقع ان يعانقني بعد استبداله. اعرف كيف يفكر مسجلو الاهداف وكيف يتعاملون، لكن يجب ان اتخذ قراراتي لصالح الفريق والنادي، وهذا بالضبط ما قلته له. ليس لدي اي مشاكل على الاطلاق مع كريستيانو. مره اخرى عاد من إصابة بسيطة، لم يتدرب لمدة أسبوع ونصف، وكانوا متقدمين بنتيجة هدفين قبل 15 دقيقة من النهاية، وبوجود لاعبين مثل ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء وحتى أنطوني مارشيال، لماذا لا أستفيد من ذلك؟ لهذا السبب سأفعل ذلك دائما مرة أخرى في مثل هذا الموقف. أنا هنا منذ 6 أسابيع ولم أواجه أي مشكلة مع كريستيانو. تحدثنا قبل مباراة كأس أستون فيلا وقبل مباراة الدوري ضد أستون فيلا، أخبرني أنه كان لديه مشكلة صغيرة مع عضلة مفصل الفخذ، واتفقنا بيننا على أنه سيكون من الأفضل التأكد من أن لا تكون لديه مشكلة من هذا النوع من الإصابة، لهذا لم يكن جزءا من الفريق في هاتين المباراتين، ولهذا السبب دفعت به منذ بداية اللقاء. لا توجد مشاكل على الإطلاق بالنسبة للمستقبل، من المهم فقط أن نفوز بالمباريات، وهذا أولا. طبعا رالف طبعا سعيد اكيد بالفوز، لكن نتكلم كتير كمان على كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يمكن في الاسابيع الاخيره كان في بعض الانتقادات الى حد ما على رالف، ويعني كريستيانو طلع وقال انه رالف ما زال لسه عنده وقت عشان نوصل نتطور بشكل افضل. كان بينتقد شويه عدم وجوده من بدايه المباراه، كان بينتقد شويه العمليه الفنيه لاداره المباراه بالنسبه للرالف، لا رالف، لكن زي ما حضراتكم شايفين شخصية وقوة شخصية المدرب الألماني دي متواجدة في كل الدوريات. بنشوف يورجن كلوب، بنشوف كمان توخيل على مستوى قوة الشخصية وقد ايه سيطر بشكل كبير جدا جدا على يعني الدريسنج روم في تشيلسي. كمان رالف بيحاول بقدر الإمكان انه يسيطر على كريستيانو رونالدو، بيقول هو ما عندوش مشاكل معاه، وان رونالدو عنده بعض الإصابات وبالتالي ما بيرفعش فيه بعض المباريات، وواضح جدا جدا قوه شخصيه هذا الرجل. على مستوى النتائج لحد كبير في تحسن ملحوظ في اداء مانشستر يونايتد مع رالف، لكن مش بالمستوى المرضي بشكل كبير. لكن كمان على المستوى الدريسنج روم بقول لحضراتكم انه هذه الشخصيه القويه قادره على السيطره على الدريسنج روم وكمان على كريستيانو رونالدو، وده اللي هيبان في الاسابيع اللي جايه بالنسبه للمان يونايتد ومشواره في البريمير ليج. هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم ويكون ضيفنا الناقد الرياضي محمد الباز عشان نتكلم على البطولة الأفريقية، مفاجآتها، خروج الجزائر، خروج غانا، إن شاء الله مشوار مصر في القادم، وإن شاء الله الوصول للمباراة النهائية بعد الفاصل. حلو قوي الشغل، خلاص دخلنا البطولة الأفريقية واحنا هنا موجودين في قناة النادي الأهلي، هنتابع مع حضراتكم البطولة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله، كل التوفيق لمنتخبنا للوصول لأبعد نقطة. عشان نتكلم على البطولة الأفريقية والرؤية الفنية لهذه البطولة ومستوى الفرق والمفاجآت اللي فيها وإن شاء الله مشوار المنتخب المصري، بيسعدنا يكون موجود معانا النهاردة في المحترف وقناة النادي الأهلي الناقد الرياضي محمد الباز. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، منورنا حضرتك. نور حضرتك. ايه البطوله رايحه فين؟ ولا يعني اولا قبل ما نتكلم في اي حاجه فنيه عايز اعرف رايك في البطوله لغايه دلوقتي، يعني خلاص احنا
تقريبا لغايه المجموعه الرابعه خلاص اتحسم كل الناس اللي واصله، لكن رؤيتك ايه للبطوله؟ رؤيتك ايه لاصرار صامويل ايتو رغم طبعا زي ما بنقول النقد الشديد ومن جهه الاتحاد الاوروبي والانديه الاوروبيه في طبعا تاجيل هذه البطوله، لكن صامويل ايتو ومعاه طبعا مجموعه كبيره من الناس اللي اشتغلت ان تكون البطوله دي تقام في ميعادها، شايف البطوله ازاي من حيث التنظيم اولا، من حيث اقامتها في ميعادها، من حيث كمان المفاجات اللي حاصله فيها يعني. طبعا هو اصرار صامويل ايتو على تنفيذ البطوله في هذا الوقت ده نجاح لصامويل ايتو. صحيح. يعني كان في محادثات ومداخلات واكثر من لقاء عملناه مع اهم المدربين والصحفيين الاجانب في اوروبا واكثر المتابعين لافريقيا على وجه العموم، اشادوا بصامويل ايتو باصراره، قالوا ان ده اسطوره، يعني حظ كبير لدوله الكاميرون يكون عندها حد زي صامويل ايتو. اصراره ان هو ان البطوله تقام في هذا الوقت العصيب طبعا رغم المشاكل والتحديات والصعوبات الكثيره خصوصا من الاتحاد الاوروبي، لانك زي ما عارفين يعني لاعبين محترفين كتير جدا بيلعبوا في افريقيا او افارقة لهم تاثير كبير جدا. صحيح. فبالتالي كان في دايما انتقادات ومشاكل وتعطيل لعدم اقامه البطوله في مواعيدها، خصوصا طبعا البريمير ليج اكثر من 40 لاعب محترف افريقي ومعظمهم اصبحوا مؤثرين بشكل كبير جدا، كان في الوقت الماضي يا كابتن هاني ما كانوش مؤثرين قوي، فكانت المواضيع بتمشي تتقام في اي وقت، ما كانش هو المشكله، ما كانش الضغط كبير قوي من الانديه الاوروبيه على بالزبط. على اقامه البطوله ديت بشكل خاص يعني. اما الان لا خلاص، اللاعبين مؤثرين ابرزهم محمد صلاح، لو عدينا يعني طبعا ماني وطبعا نبي كايتا، بس في ليفربول يعني لهم تاثير كبير جدا جدا، وغيابهم في بعض المباريات الماضيه اثر بشكل كبير على ليفربول، بدا طبعا يتعافى مره اخرى. نرجع تاني للبطوله، البطوله من الناحيه الفنيه انا اعتقد يعني هناك بعض المشاكل في التنظيم في ارضيات الملاعب، ولكن الاصرار والتحدي ان هي تقام حتى الان، المفاجات الكبيره الفنيه، سقوط منتخبات كبيره جدا يعني ابرزهم طبعا الجزائر النهارده اللي خرجت بهزيمه ثقيله امام كوتوفار 3-1، خروج غانا وما ادراك ما غانا، وهنتكلم على غانا ومشوارها الافريقي التاريخي الكبير في البطوله، بطوله افريقيا. طب ده ناخد ايه منه محمد؟ لان كنت في الانترو بتكلم ان شكل البطوله ديت ليها طابع خاص، خلاص المنتخبات اللي كانت ما تسمى زمان المنتخبات الافريقيه الصغيره او الصغيره ما بقتش موجودة على الساحة، بنشوف مفاجآت زي غينيا الاستوائية، بنشوف مفاجآت على مستوى جزر القمر، بنشوف مفاجآت حتى على مستوى سيراليون، يعني كلها مفاجآت بتدل ان خلاص البطولة الافريقية او الفرق او المنتخبات الافريقية التقارب في المستوى بقى قريب جدا، عامل التركيز وعامل الارادة وعامل الروح بقى مهم جدا. شفنا النهاردة يمكن قبل ما نخش هوا شفنا منتخب ساحل العاج بيقدم مباراة كبيرة جدا جدا، وشفنا خروج غانا، فأنت شايف البطولة من الحتة دي ازاي ورحل فين؟ يعني الفرق الصغيرة زي ما حضرتك قلت غيرت الخريطة الكروية في أفريقيا، أظهرت مدى قوة البطولة، يعني احنا على الرغم من سوء التنظيم في بعض الأوقات في الأوقات في البطولة الحالية، ولكن المفاجآت الفرق الصغيره تتفوق على الفرق الكبيره زي ما حضرتك قلت، الجابون، جزر القمر، غينيا الاستوائيه، حتى سيرليون في بدايه اللقاءات اثبتت ان لا، ده بيرجع للعنصرين مهمين من وجهه نظري، ان معظم هذه الفرق الصغيره يا كابتن هاني تمتلك لاعبين محترفين في الدوريات الاوروبيه. صحيح. ولو دورنا وبصينا اكتر هتلاقيهم محترفين في الدرجه الثانيه والثالثه وايضا في الدرجه الرابعه في الدوري الفرنسي، الدوري الدنماركي، السويدي، تشيكي، منتشرين. فاللعيبة ديت بدأت من سن صغير في الدوريات الأوروبية، وبدأت إن هي تتكامل فنيا وبدنيا وتعيش الأجواء في أوروبا، ثم طبعا أجواء الملاعب، يعني دايما اللاعبين هنا دايما احنا معروف حتى مع النادي الأهلي وأندية الأندية بتاعتنا في بطولة أمم أفريقيا دايما تعاني من الجو وأرضية الملعب، ولكن الفرق الأفريقية أثبتت إن هي تستطيع إن هي تتعامل وتظهر بشكل أفضل، وده العنصر الثاني.
تأثير طبعا الكورونا وانتشار الكورونا في 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 معظم المنتخبات ابرزهم طبعا تونس والسنغال ايضا في البدايه اثر بشكل كبير فنيا وبدنيا على المستويات الفنيه في الجوله الاولى. ولكن طبعا الجوله الاولى كابتن هاني مش هي المقياس من وجهه نظري، يعني دائما ما كنا نرى ذلك في التاريخ. يعني دائما دور المجموعات بالرغم حدوث مفاجات كبيره، يعني بنتكلم على خروج الجزائر وغانا مفاجاه كبيره جدا، وخاصه المنتخب المغربي. المنتخب الغاني يمكن اعتقادي الشخصي في السنوات الاخيره ما جددش دماغه بشكل كبير، اعتمد على الحرس القديم زي ما بيقولوا بشكل كبير، وبالتالي كان خروجه. لكن الجزائر كمان كانت مفاجاه كبيره جدا جدا طبعا. على مستوى البطوله كلها دايما دور المجموعات بنتكلم ان هو بتبدا حتى البطل بيظهر من دور ال16 ودور الثمانيه. صحيح. من خلال رؤيتك لغايه دلوقتي انت شايف مين افضل فريق او افضل منتخب لغايه دلوقتي موجود في البطوله؟ افضل فريق من وجهه نظري انا شايف ان المغرب والكاميرون بيلعبوا بشكل جماعي، في روح قتاليه، ظهروا بشكل ممتاز جدا. حتى لو بصينا الاحصائيات والارقام هم اكثر الفرق احرازا للاهداف، اكثر الفرق في صناعه الفرص والهجمات، وده بيدل وبيرجع على اللعب الجماعي، لعب من اجل الفوز والروح القتاليه ايضا. نيجيريا طبعا رغم غياب عناصر مهمه في بدايه لقاءاتها ابرزهم فيكتور اوسيمان وعندهم ايجالو وعندهم لاعبين مهمين، بالرغم عن كده العلامه الكامله، العلامه الكامله صعدت بالعلامه الكامله. حضرتك قلت في غانا على سبيل المثال، غانا زي ما احنا عارفين فازت بالبطوله 4 مرات في تاريخها، يعني هي تعتبر من التوب فور منتخبات، يعني مصر 7 مرات، الكاميرون 5 مرات، ثم تاتي غانا 4 مرات. في معلومه مهمه جدا على غانا، غانا كانت اكثر وصيف 5 مرات في تاريخ البطولة، من أكثر الدول أو المنتخبات كوصيف وصلت نهائي 5 مرات، وأيضا حققت مركز رابع 4 مرات، يعني وجودها في السيمي فاينل قد يتخطى 10 مرات. طبعا أخيرهم كان في 2017 أول مرة، عدم أقاطع كلامك، أول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية أو بطولة أفريقيا أن غانا تخرج من دور المجموعات. مظبوط، يعني غانا فريق قوي عملاق، يعني بيعاني، حضرتك طبعا ما جددش الدماء، ما ركزش، ما دخلش بالفورمه المطلوبه بتجهيزات المطلوبه اللي يحافظ على تاريخ غانا. نيجيريا زي ما بنقول صعد بالعلامه الكامله، رغم يعني هناك بعض المشاكل برضو الفنيه، ولكن صعود نيجيريا بالعلامه الكامله رغم غياب عناصر مهمة في فريقه زي ما قلنا بيدل أيضا على الروح القتالية، على اللعب الجماعي. نيجيريا طبعا من أكثر الفرق، طبعا خدت البطولة 3 مرات ودايما كانت موجودة كوصيف أيضا، وخدت المركز الرابع كابتن هاني، يعني أو خدت المركز الثالث 8 مرات، يعني نيجيريا وصلت للسيمي فاينل كثير جدا وحصلت على المركز الثالث في تاريخ البطولة 8 مرات، هي أكثر دولة حصلت على المركز الثالث. تاريخ المنتخبات طبعا عايز اكلمك كمان على جداً. طب انت مش شايف كمان لغايه دلوقتي عدم، يعني بنسبه كبيره المنتخب التونسي يعني صعد لدور 16، لكن كمان كان من الاسماء المرشحه لكمان العلامه الكامله او التاهل بسهوله للادوار اللي جايه كان المنتخب التونسي. انت شايف كمان المنتخب التونسي زي احنا دايما بنركز شويه على المنتخبات العربيه بشكل خاص، بتتكلم على شمال افريقيا، بتتكلم على مصر والجزائر وتونس والمغرب، بتتكلم كمان خروج موريتانيا كان شيء طبيعي، لكن كمان موريتانيا قدم مباريات اكثر من رائعه. شايف المنتخب التونسي ازاي يعني في دور المجموعات؟ ولسه طبعا خلال ساعات هيكون ليه لقاء مهم جدا. يعني بالظبط، يعني منتخب تونسي بدا بدايه، طبعا في البدايه كانت بدايه سيئه، كان امام مالي وكانت خساره 1-0 على فكانت طبعا اول دروب لتونس، وده كان مفاجاه كبيره برضو زي ما احنا قلنا ان الجابون وغينيا الاستوائيه ايضا ظهرت مالي في البدايه بشكل كويس جدا، بدات ان هي تعيد حساباتها تونس وفازت على موريتانيا 4-0. موريتانيا هو اضعف منتخب في البطوله حتى الان، وطبعا غدر البطوله من 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 بدايتها. يعني نقدر نقول تونس طبعا عندها فرصه كبيره اليوم انها تلعب امام جامبيا، جامبيا يعني هي بتتصدر المجموعه. صحيح. يعني جامبيا ودي ايضا من المفاجآت طبعا. الفرق الصغيره هي التي تتصدر، هي التي تنافس بقوه، هي التي بتحقق مفاجآت كبيره، مفاجآت كبيره، وده طبعا بيساعد ايتو على ظهور القوه في البطوله. ولسه البطوله هتبدا، لا يعني البطوله اعتقد بدات بعد
نقدر نقول الماتشات الثانيه او الجوله الثانيه او الثالثه حتى اليوم في حسم لقاءات وحسم مجموعات زي ما قلنا جامبيا النهارده اعتقد ممكن تحافظ على ممكن تعمل مفاجاه النهارده امام تونس او تعادل او تفوز وتتصدر المجموعه. تونس ايضا من الفرق المهمه جدا المرشحه بشكل كبير، ولكن عناصر غياب اكثر من 7 لاعبين اصيبوا بكورونا ابرزهم طبعا نجمنا علي معلول، وهناك مشاكل فنيه كورونا طبعا اثرت بشكل كبير جدا على الناحيه الفنيه. صحيح. واثرت ان المدرب نفسه ان هو يقدر يلاقي ادوات اخرى، ما خلاص اربكت الحسابات في معظم الاحوال. طيب خلينا نرجع بقى لمنتخبنا، مش هناخد مباراه بمباراه، لكن تقول لي نظره شامله كده لغايه دلوقتي انت، وخلينا نتكلم بلغه الناس. لغه الناس طبيعي والمهم جدا في الفتره ديت ان احنا نوصل لدور ال 16، لكن الاداء لسه الناس زعلانه من الاداء، زعلانه من المستويات اللي بيقدمها المنتخب المصري من خلال حتى ال3 مباريات اللي فاتوا. انت شايف يعني شايف اداء المنتخب المصري ازاي من خلال ال3 مباريات اللي فاتوا اجماليا؟ يعني اجماليا طبعا احنا عندنا يعني بعض المشاكل الفنيه. خلينا بس ارجع نوضح حاجه مهمه جدا نربطها برضو بالاحداث. دايما لما بنتكلم على المنتخبات لازم نرجع للتاريخ، وده طبعا تاريخ المنتخبات في البطوله بيلعب دور مهم جدا على العكس من الانديه. يعني المنتخبات لها دور كبير لازم ناخد ده في الاعتبار. عايزين نوضح حاجه مهمه جدا برضو للساده المشاهدين، ان منتخب مصر في 2017 كانت ايضا بدايه غير قويه. يعني احنا تعادلنا مع مالي 0-0 في اول لقاء، كان معانا مالي واوغندا وغانا، بعد كده فزنا على اوغندا 1-0 وفزنا على غانا 1-0، انطلقنا طبعا في البطوله كانت بطوله مهمه جدا في 2017. قابلنا المغرب في دور ال16 فزنا عليها 1-0، ثم بوركينا فاسو في السيمي فاينال فزنا عليها في ضربات الجزاء، وقابلنا الكاميرون في النهائي الكاميرون فازت علينا طبعا 2-1. ده كان المشوار في البدايات، دايما في مشاكل، دايما زي ما قلنا ان ايطاليا طبعا و2016 كانت طبعا منتخبات كثيره. يعني انا اعتقد في 2016 كان البرتغال هي صاحبة اللقب في بدايتها، كان في تعثر وخسائر، كانت سويسرا ايضا في 2010 وفازت كانت خسرت ايضا، يعني ولكن بيحققوا هو دايما البدايات. وخلينا نتكلم دايما دور المجموعات الاهم فيه هو الوصول للدور الثاني. خلينا نتكلم على اداء المنتخب المصري فنيا، ايه اللي قدمه المنتخب المصري خلال ال3 مباريات اللي فاتت على المستوى الفني نتكلم دوت. طبعا اهم حاجه واكيد بتيجي في النهايه المحصله ان احنا وصلنا دور ال16، لكن اكيد هنقابل ساحل العاج منتخب قوي جدا، فتعالوا مع بعض بعد الفاصل نشوف ازاي نستعد لساحل العاج بشكل جيد، نشوف ادائنا على المستوى الفني، على مستوى التغييرات، على مستوى توظيف اللاعبين خلال ال3 مباريات اللي فاتوا، نشوف ده مع الناقد طبعا الرياضي الكبير محمد الباز بعد الفاصل. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه في اجواء البطوله الافريقيه ومشوار المنتخب المصري في هذه البطوله ووصوله الحمد لله لدور ال 16، لكن كمان عشان نستعد بشكل جيد للدور اللي جاي دور النوك اوت اكيد لازم نراجع شويه النواحي الفنيه على مستوى الاداء، على مستوى توظيف اللاعبين، على مستوى خلينا نتكلم كمان في نقطه مهمه جدا على مستوى الطموح وعلى مستوى الروح القتاليه. مهم جدا في البطولات اللي زي ديت انك تتسم بكل العناصر ديت، كل عنصر بيكون مهم جدا وليه عامل الطموح لازم يكون موجود، الروح القتاليه لا غنى عنها، الاستعداد الفني اكيد لازم يكون يعني زي ما بيقولوا متظبط بالظبط على الفرقه اللي هتلعبها، كمان على مستوى التحضير النفسي وده مهم جدا، واعتقادي ان طبعا الحاله النفسيه لعبتنا الحمد لله دلوقتي افضل كتير جدا جدا من بعد حتى مباراه نيجيريا، واستعدادات يا محمد كمان لمباراه جايه. قبل ما واحنا في الفاصل كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، مش لازم انك تنهي دور المجموعات بشكل قوي جدا وتحصل على العلامه الكامله عشان ده يكون مؤشر لحصولك على البطوله. بالظبط، وده يعني ابرز مثال او افضل مثال نقدر نقوله هنا في 2019 مصر صعدت من دور المجموعات بالعلامه الكامله، وقابلنا طبعا كان جنوب افريقيا في دور ال 16 وخسرنا 1-0 وخرجنا من البطوله من دور ال 16 في 2000 في اخر نسخه 2019 وكانت مقامه هنا في مصر. صحيح، بص انا كنت متواجد كمان، انت عارف كنت مع جيري في البطوله ديت، زي ما انت بتقول العلامه الكامله ممكن تكون في وقت من الاوقات خادعه، لازم عشان كده بنتكلم على المستوى. احنا حصلنا على العلامه الكامله لكن كمان كان الناس كانت لسه قلقانه، يعني تخيل احنا كنا عندنا 9 نقاط ولسه الناس بتتكلم لا مش هو ده الاداء اللي ممكن ناخد بيه البطوله، وده اللي حصل امام جنوب افريقيا وخسرنا يمكن في الدقايق الاخيره 1-0. فعايز اقول ان عمليه الاحباط اللي يمكن دلوقتي واخده يعني شكل كبير في الشارع الرياضي المصري ممكن تتحول بقدرة قادر أو بقدرة اللاعبين أو إن شاء الله بالفوز خلال المباراة اللي جاية لتفاؤل كبير بالحصول على البطولة، وليه لأ يعني؟ مظبوط، يعني إحنا فعلا لازم نشتغل على أخطائنا، هناك في أخطاء فنية كتيرة جدا، تكتيكية جدا، عدم توظيف اللاعبين في الأماكن بتاعتها بان بشكل كبير جدا مدى تأثيره على الأداء الفني وعدم المكاسب او المردود اللي احنا محتاجينه من كل لاعب في مكانه. انا عايزين نقول يا كابتن هاني في مثالين دايما بنربط بيهم الاحداث الحاليه بمنتخب مصر، طبعا كروش الخطه اللي دايما مصر عليها 3-4-3 زي ما احنا عارفين 4-3-3 عندنا مثالين، مثال طبعا توخيل في المشكله الاخيره اللي حصلت مع لوكاكو والتصريحات طبعا اللي اثارت الجدل، ولوكاكو قال انا مش مبسوط مع السيستم وطريقه اللعب لتوخيل. توخيل طبعا طلع في تصريحاته ورد عليها قال ان حتى كونتي لما كان بيدرب تشيلسي كان بيلعب بطريقه 3-4-3 ثم ذهب كان بيدرب الانتر توصل تشيلسي في الاول في الاول في المرحله في بيلعب ب 3-4-3 ثم راح الانتر، هناك في الانتر علشان خاطر طريقه اللعب والكواليتي بتاعت اللاعبين والاجاده والحصول على المردود من كل لاعبين في مكانه الصحيح غير طريقه لعبه ولعب 3-5-2، يعني هو بيغير طريقه اللعب على حسب الكواليتي وعلى حسب البوزيشننج والتوظيف لكل لاعب في المكان الصح اللي يتكيف معاه. طب انا عندي هقف على النقطه ديت ونربط ده بالمنتخب المصري. الكروش من اول ما جه هو معتمد على 4-3-3. انت زي ما بتقول هو المدير الفني بيتعامل مع طريقه اللعب بالادوات اللي قدامه، وبالتالي انت شايف ان من مشاكلنا هي طريقه اللعب، يعني 4-3-3 لا تناسب المنتخب المصري، ولا انت شايف توظيف اللعيبه في 4-3-3 مش بنفس توظيف مثلا بنتكلم على يورجن كلوب 4-3-3 بشكل مميز؟ صحيح. هل تتوقف هنا امكانيات اللعيبه هي اللي بتحط او بتحدد اطار الخطه اللي بيحددها المدرب، ولا المدرب هو اللي بيصر على هذه الطريقه؟ هو انا شايف ان السببين، يعني احنا بنتكلم على السببين كابتن هاني، لا كواليتي اللاعبين احنا ما لا نختلف على كواليتي اللاعبين، اللاعبين الحاليين لاعبين جيدين جدا، معانا طبعا محمد صلاح افضل لاعب في العالم واللي بينافس على افضل لاعب وحصوله على المركز الثالث، لاعبين مهمين جدا، يعني لا
غبار في ذلك لا شك في جودة اللاعبين الحاليين. نرجع لطريقة اللعب. طريقة اللعب اللي بيصعد عليها كروش 4-3-3 أنا شايف من وجهة نظري لا تتماشى مع الوضع الحالي للعبتنا، لأن لعبتنا في متعودين دائما ما يتعودوا على مثلا على سبيل المثال 4-2-3-1 من أبرز ومن أحسن الخطط اللي دايما ظهرنا بيها حتى في 2019 حتى في تصفيات كأس العالم السابقة حتى في اللاعبين في الدوريات والدوري المصري معظم الدوريات حتى للمحترفين الخارجين كابتن هاني متعودين على 4-2-3-1. نرجع 4-3-3 زي ما حضرتك قلت يورجن كلوب. ليه يورجن كلوب 4-3-3 حتى بيب جوارديولا مع مان سيتي في 4-3-3 ايضا هو ملك ال 4-3-3. ايه اللي بيحصل في 4-3-3؟ 4-3-3 دايما اعتمادات الاعتماد على الجناحات وبنبدا ان احنا نلعب على الكار الباك اليمين والباك شمال هما دول. اللعب الديناميكي او الديناميكيه اللي احنا بنشوفها في طريقه لعب ارنولد مع هندرسون مع محمد صلاح، لان محمد صلاح هو لو طريقه 4-3-3 بتمكن وجود مثل لاعب زي ارنولد الباك اليمين اللي احنا بنشوفه واكتر من ساعد في صناعه الفرص في البرايمر ليج لهذا العام هو محمد صلاح طبعا هو ارنولد صحيح. واكتر واحد بحرز اهدافه والفينشر كما محمد صلاح في البرايمر ليج. طب عايز نطبق ده شويه على امكانيات لعبتنا وخلينا نتكلم مش هنتكلم على افراد مع اني لغايه دلوقتي يعني انا مقتنع تماما ان محمد مجدي قفشه كان لازم يبقى ليه دور في المنتخب في البطوله دي. بنتكلم على لاعب محوري بشكل جيد جدا، واللي احنا شفناه في 3 مباريات اللي فاتوا ان الفريق المصري يفتقد الرابط ما بين خط الدفاع والخط الهجومي. عمليه انك توصل الكوره على سبيل المثال من حجاز لغايه ما توصل لمحمد صلاح محتاجه بلاي ميكر، وده اللي عايز اكلمك عليه. عدم وجود بلاي ميكر، احنا عارفين ان 4-3-3 ما فيهاش بلاي ميكر التيبيكال 10 لكن ما هو طبيعي جدا ان انا كمدير فني ممكن اشوف ان حتى من خلال الاسماء يعني مثلا مباراه السودان ليه ما لعبناش باثنين ارتكاز ويكون عبد الله السعيد ما بيلعبش 8 وبيلعب 10 وانت ما بتغيرش في الافراد لكن بتغير شويه في الطريقه. ليه كروش مصمم على 4-3-3 بشكل يعني حتى بيضايق الناس، يعني حتى على مستوى اعتقادي اللعيبه كمان مش مرتاحه في الملعب بشكل كبير يا محمد. صحيح، يعني انا متفق معاك يا كابتن هاني. يعني احنا شفنا دوت امام غينيا بيساو، مباراه غينيا بيساو قدرنا في الشوط الاول حتى نستفاد من طريقة 4-3-3 طبعا بعمر كمال والطريقة اللي لعب بيها وكان بيقاتل ودايما مشارك في الجانب الهجومي. عمر كمال في المباراة غينيا بيساو عمل كي باسس التمريرات المفتاحية حوالي عن أربع باصات أو كي باسس الباصات المفتاحية ساهم بشكل كبير جدا في الشكل الهجومي والظهور بشكل رائع مع 4-3-3، وده اللي بيعمله دايما زي ما قلنا كده الطريقه الديناميكيه اللي بيعملها يورجن كلوب مع ليفربول. نرجع تاني زي ما حضرتك قلت طبعا صانع الالعاب، وده اللي عمله بيب جوارديولا لما حرر طبعا دي بروين، ودي بروين دلوقتي من اكثر اللاعبين اللي بيساهموا في صناعه الفرص والاسيست ايضا يعني في الاثنين، وده اللي احنا عايزين نشوفه. احنا عندنا مشكله دايما ما بين مركز 8 وما بين مركز 10 مش عارفين نستفاد منها بشكل كبير كسوليه او النني، ودايما وضع السوليه بيلعب بيه مره 8 مره 6 فبنفقد الكواليتي والمردود اللي احنا كنا المفروض ناخده من السوليه في هذا الشوط الثاني. خلينا نتكلم على مستوى الهجومي. منتخب مصر ما ظهرش بالشراسه الهجوميه رغم وجود محمد صلاح افضل لاعب في العالم، عندنا عمر مرموش لعيب مميز، عندنا مصطفى محمد من رؤوس الحربه المميزين جدا، وعندنا كمان من علامات الاستفهام كمان محمد شريف كنا منتظرين مباراه السودان ان هو يكون البديل الامثل بخروج مصطفى محمد وجود محمد شريف، لان محمد شريف تارجت سترايكر، وجود مروان حمدي بعد يمكن غيابه عن القائمة الأساسية واستدعائه في آخر اللحظات كمان كانت علامة استفهام محمد، عدم إشراك محمد شريف في مباراة السودان. صحيح، يعني كان وجود أو إشراك محمد شريف في مباراة السودان مهم جدا جدا يا كابتن هاني طبعا، يعني خصوصا مع بداية الشوط الثاني على الأقل. يعني احنا شفنا التغيير
في اللي بيعمله كروش، التغييرات اللي عملها في الشوط الثاني كانت غريبه جدا يعني، وخصوصا في اخر خمس دقائق يعني، ما استطعش ان هو يعني، انا حسيت يا كابتن ان انا مش فاهم حاجه يعني. انا بدات اشوف في تغييرات تكتيكيه جوه الملعب، تغيير المراكز، محمد صلاح ناحيه شمال، تريزيجيه ناحيه اليمين يعني. كان في مروان نزله في اخر يعني 3 4 دقائق. طب انت ايه المردود اللي انت عايزه منه يعني؟ انت المفروض راس حربه، احنا عارفين نقطه ضعف السودان هي الكرات الثابته، وبرضه في الكرات الثابته ما عرفناش نستغلها بشكل كبير. هو الهدف الوحيد اللي جابه منعم يعني، في هو ده الفرصه الوحيده الحقيقيه اللي شفناها من الكرات الثابته، كان المفروض نستغل دوت. انا شايف عدم دراسه المنافس بشكل قوي هو كان احد الاسباب في تاخرنا في الظهور بالاداء. تعالى يا محمد كمان نعرف رؤيه فنيه للكابتن الكبير كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا هاني، ازيك يا هاني؟ منورنا يا كابتن، اهلا بيك. ربنا يخليك يا هاني، ربنا يخليك يا هاني. طبعا اكيد اتفرجت على منتخبنا خلال الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وكلنا كنا اكيد بنتابع كمان مباراه منتخب الجزائري امام منتخب ساحل العاج. أولا يا كابتن عايز أعرف رؤيتك الكلية الفنية في ثلاث مباريات أو في دور المجموعات للمنتخب المصري لغاية دلوقتي، شايفها إزاي يا كابتن؟ إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في 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 الحقيقة يعني، في التشكيل وفي توظيف اللعيبة كبيرة جدا يعني. يعني إحنا عندنا على فكرة، إحنا عندنا منتخب كويس وعندنا نجوم كويسة ونجوم تقدر تعمل بيهم حاجة كمدرب، لكن للاسف الشديد التشكيل بتوظيف اللعيبه في غير مراكزها يعني حاجه صعبه جدا جدا جدا. طب يا كابتن عايز اسالك، حضرتك مدرب كبير، عايز اسالك سؤال يمكن يعني سؤال فني شويه. انت كمدير فني لما بتلاقي، يمكن كل مدير فني بيعتمد على طريقه لعب معينه، طريقه اللعب دي بتعتمد على الادوات، على اللعيبه، على امكانيات اللعيبه الموجوده. انت شايف 4-3-3 هي الطريقه الامثل بوجود او بالعناصر الموجوده للمنتخب المصري دلوقتي، ولا كان بالاقدر وجود لاعب زي محمد مجدي قفشه للعب حتى في فترات معينه؟ ممكن تلعب 4-3-3، لكن وارد جدا مش كل فرقه بتلعبها بنفس السيستم يعني، في فرقه بتلعبها ممكن تلعب بثلاثه، ممكن تلعب باثنين ارتكاز ويكون عندك صانع العاب. هل فعلا المنتخب المصري بيفتقد هذا المحور الهام جدا وهو رقم 10 في البطوله الافريقيه؟ اكيد يعني بنسبه 100% يعني. اعتقد انت بتتكلم في حاجه يا هاني واضحه لكل الناس وواضحه لنا في خلال الموسمين الاخر. مجدي قفشه زي اولا لو انت بتختار افضل لعيب محلي افريقي، اعتقد مجدي قفشه يخش في الحته ديت، ويعني بيتحكم في رتم اللعب وبيصنع لعب وبيعرف يربط من الخطوط، مهم جدا جدا. حتى يعني ده كان المفروض ان هو يبقى موجود رقم 10 ويلعب اساسي كمان، لا في طريقه ان انت هتلعب ب 4-2-3-1. لكن حتى يا هاني تطبيقه ل 4-3-3 ده بيعمل حاجات غريبه يعني. هقول لك حاجه هاني، مباراه نيجيريا احنا نص الملعب متاخد مننا خالص، لانك انت بتلعب بحمدي وحمدي كان بيسقط، حمدي فتحي وحمدي كان بيسقط عند الونش وحجازي، وفي نفس الوقت انت عندك الاثنين 8 عامل النني وعامل تريزيجيه طبعا يعني بعيد خالص يعني كتر خيره، واحد يعني بقى له 8 شهور وراجع من صليبي يعني، حتى هو باين في حركته باين في الوزن الزايد. طب انت النهارده لما تلعب بالنني وتلعب بتريزيجيه اللي راجع من اصابه ك8، انت فقدت نص الملعب بتاعك يعني. حتى وانت بتطبق هو بيطبق 4-3-3 ما بيطبقهاش صح. طب ما انت عندك لعيبه تعمل لك 8 بشكل كويس قوي في غياب السوليه، السوليه وهو موجود خلاص هو من افضل 8 موجود في مصر. لكن في المباراه الاولانيه حتى ما انت كان عندك انك تلعب زيزو في الثلاثه، تعمل حمدي فتحي وتعمل زيزو وتعمل، هقول لك حاجه يعني، في لعيبه برضك نفس الحكايه، امام عاشور يعني برضه يقدر يعمل 8 بشكل كويس. صحيح مظبوط يا كابتن، تمام. يعني في مشكله ان انت حتى التشكيل وفي طريقه اللعب وانت بتوظف اللعيبه في طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها، فدي كمان بشكل كبير. وده كابتن كمان بيأثر كمان على الخط الامامي، مفيش شك يعني. الربط بتبقى يعني دلوقتي بنتكلم على، انا في اعتقادي الشخصي، خط هجوم مثالي، عندك محمد صلاح افضل لاعب في العالم
مصطفى محمد من افضل اللعيبه حتى اللي بتلعب بدماغها على مستوى افريقيا، لعيب مميز جدا. عندك عمر مرموش كمان بديل لعمر مرموش، كمان ممكن يكون في رمضان يكون موجود، ممكن جدا تريزيجيه يرجع لمكانه الاصلي لان بيأدي فيه بشكل جيد. يعني عندنا 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 الادوات اللي ممكن نظهر بمستوى فني افضل يا كابتن. بالظبط يا هاني، يعني انا هقول لك حاجه، انا بتكلم على النني وبتكلم على تريزيجيه في مباراه نيجيريا، وفي نفس الاثنين لعيبه، وفي نفس الوقت انت لما دخلت محمد صلاح مهاجم وطلعت مصطفى محمد جناح خسرت الاثنين. يعني خسرت محمد صلاح وهو بتلعبه مهاجم، وخسرت مصطفى محمد وانت بتلعبه جناح. مصطفى محمد ما عندوش اي مقاومات ان يعمل الجناح، اي مقاومات. لا كابتن، كمان بعد ما اتكلم ان بعد ما ظبطنا الملعب على مستوى توظيف اللعيبه، يعني المباراه الثانيه لعب كل واحد في مركزه، لكن حتى في المباراه الثانيه ومباراه السودان الاخيره الشراسه الهجوميه مش موجوده بشكل كبير للمنتخب المصري، بالرغم ان احنا عندنا عناصر جيده جدا. طبعا طبعا، يعني فعلا زي ما انت بتقول يا هاني، احنا عندنا اقول لك حاجه، احنا يمكن في الفتره الاخيره كلها يعني حته اولا الروح القتاليه بتاعت اداء منتخب مصر مش موجوده بالشكل اللي احنا نحب نبقى موجودين عليه. بالنسبه للشراسه الهجوميه ده احنا يعني عندنا نجوم كبار جدا. يعني انت بتتكلم مثلا في محمد صلاح افضل ثلاثة لعيبه في العالم، بتتكلم في 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 مستوى محمد كمهاجم، بتتكلم في محمد شريف اللي هو الحقيقه يعني افقده الفورمه البدنيه بتاعته والفورمه الفنيه بتاعته والثقه كمان حتى في نفسه. اعتقد يا كابتن برضو اتناقش مع حضرتك في النقطه دي، اتنين لعيبه يمكن فقدوا الثقه في نفسهم شويه، وكانوا اعتقد عندهم من الخبره ومن المهاره ان هم كانوا يفيدوا المنتخب المصري. اولا محمد شريف كان اعتقد يعني نقدر نقول بديل مثالي لمصطفى محمد، وليه لا ان هو ممكن يبدا مباراه. على الجانب الاخر تتكلم على رمضان صبحي كمان على المستوى الخبرات، على مستوى افريقيا، على مستوى كمان القدرات، اعتقد ان هو كان ممكن يكون ورقه رابحه يستغلها يعني كروش في وقت من الاوقات المباراه. بالظبط يا هاني، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان انت حتى مش كفايه ان انت حته توظيف اللعيبه مش كويسه، وفي نفس الوقت انت في نجوم، مش هقول لك بقى في لعيبه، في نجوم انت فقدتهم الثقه في نفسهم. النهارده محمد شريف الموسم اللي فات 22 هدف وهداف المسابقه، ويعني مش هداف المسابقه كمحلي بس، ده كمان كل مباريات اللعيبه في منتخب مصر كان بيأدي، كل المباريات اللي بيلعبها مع النادي الاهلي في دوري الابطال كان مؤدي وكان نجم وكان هداف، افقدته الثقه في نفسه. حتى انت لما تيجي تحتاج محمد شريف دلوقتي بقت مشكله كبيره جدا، يعني لازم تتعامل بقى معاه نفسيا من الصفر عشان ترجعه تاني لفورمته الفنيه والبدنيه والنفسيه. طب تعالى يا كابتن انا وانت نروح للي جاي، حضرتك اكيد اتفرجت على مباراه ساحل العاج والجزائر، وقد ايه ان المنتخب العاجي وصل بمستوى على مستوى السرعات، على مستوى القوه، على مستوى الشراسه الهجوميه، فريق جيد جدا. شايف ازاي نقابل المنتخب منتخب ساحل العاج، وازاي نفوز ان شاء الله عليه في دور ال 16؟ يعني اعتقد ان احنا كلنا شفنا الحقيقه يا هاني منتخب كوت ديفوار، الحقيقه انا في رايي ان افضل منتخب موجود في المسابقه لغايه دلوقتي، ان عنده كل المميزات بقى، عنده قوه والسرعه والمهاره والشغل الجماعي كمان والربط في الثلث الهجومي لا يعني عندهم لعيبه كبيره بشكل كبير جدا الحقيقه، وهيبقى مباراه صعبه جدا يا هاني، مباراه صعبه جدا جدا جدا. اقول لك حاجه يا هاني، انا في فترات بتفرج على المباراه حاسس ان فرقه كبيره بتلعب فرقه ناشئين، مع احترام لفريق الجزائر، منتخب الجزائر، يعني شوف منتخب الجزائر من الفرق المرشحه طبعا، المفروض كان من منتخب كبير، الفرق المرشحه للبطوله، اعتقد كبير. فترات كتيره جدا في مباراه يا هاني لا في تفوق كبير جدا 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 في القوه والسرعه والمهاره. المباراه صعبه جدا على منتخب مصر في الحاله اللي هو فيها، عشان ما نضحكش على نفسينا، احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا في كذا حاجه الحقيقه. اولا في وضع التشكيل، في اداره ال 90 دقيقه بتتخيل بقى، بتتخلل الحقيقه اداره ال 90 دقيقه التغييرات اللي بتتعمل. ده انت بتيجي هاني عشان تنزل زيزو، وزيزو بيعمل كورسات بشكل كويس قوي، تقوم مطلع مصطفى محمد اللي هو المفروض
نفسه ان بيتعامل في ال 18 مع الكرات العرضيه. ففي حاجات كتيره مشكله عندنا. هل هو هيوفق في المباراه كوتوفار الحقيقه ان هو يحط تشكيل ويحط طريقه لعب مناسبه؟ هو طبعا احنا 10 ما عندناش دلوقتي من المستوى اللي هو عبد الله السعيد ادى فيه المباراتين الحقيقه من اشترك فيهم. انا في رايي ان احنا ما عندناش مركز 10، هو مضطر ان هو يلعب ب 4 3 3. بس مين بقى ال 4 3 3 دي؟ هي دي المشكله. يعني انت عندك الثلاثه اللي فوق خلاص. هو ممكن جدا يا كابتن يعني يستفيد طبعا بوجود عنصر مهم جدا زي مثلا بنتكلم عمر مرموش، لعيب مميز ولعيب جيد جدا، لكن اعتقادي الشخصي ان هو كمان محتاج يريح شويه، يعني ممكن يكون ورقه رابحه، يعني ممكن يكون بديل، ممكن يكون اتفضل مش في حالته خالص يا هاني. يعني من اول مباراه لعبها لغايه دلوقتي عمر مرموش الحقيقه مش في حالته، دي حاجه. والحاجه الثانيه كمان انا في احساس ان هو يعني في لعب في منظره كتير وعاوز يدي كباري وعاوز، والكره اساسا مش ماشيه معاه. يعني المشكله ان الكره مش ماشيه معاه وهو عاوز يعمل حاجات زياده. انا النهارده خلاص في ثلاث مباريات انا ابتديت بيه وما ادانيش حاجه، فخلاص انا ممكن العب بمحمد صلاح والعب برمضان صبحي والعب بمصطفى محمد لو انت مستبعد محمد شريف، وتلعب يعني الحقيقه الثلاثه وسط الملعب. انا في رايي ان حمدي فتحي اتظلم في مباراه نيجيريا، لان حمدي فتحي كان موجود لوحده بيدافع، وكمان هو كمان كان مأخره مع نويتس ومع حجازي، بالتالي ما يقدرش يشيل وسط الملعب لوحده. عشان كده يمكن حمدي فتحي ما ظهرش في مباراه نيجيريا بمستوى حمدي فتحي وفورمه حمدي فتحي. انت لو لعبت حمدي فتحي ولعبت زيزو ولعبت مع احترامي كمان للنني كمان الثمانيه دي صعبه جدا، كمان لعبت امام عاشور، انا برايي ان هيعمل لك الحته دي بشكل قوي جدا. ال 100 متر دول 100 يارده هيعملوا له بشكل كويس، بيعرف يعمل مسانده هجوميه بتدخله في التسديد بيسدد بشكل قوي جدا، وبيعرف يدافع كمان، هيدافع مع ايمن اشرف. لكن احنا عندنا مشكله لما تلعب بالثلاثه النني ونلعب هنلعب بتريزيجيه وفي حد لا انت ما عندكش مساندات تبقى على الجناب خالص، يعني لا حد بيسند مع الحقيقه عمر ولا حد بيسند مع ايمن اشرف. فبالتالي احنا عندنا التشكيل ان انت ممكن فعلا تجاريه، لانك انت لو انت حطيت تشكيل يعني وعاوز تصلحه في الشوط الثاني مش هتلحق. وفي مباراه كوت ديفوار والمباراه اللي جايه يا كابتن كمان المباراه اللي جايه مباراه النوك اوت، مباراه يعني لا تقبل القسم على اثنين، وان شاء الله باذن الله يعني انا متفائل رغم كل اللي بنقوله، لكن انا على المستوى الشخصي متفائل. كابتن رمضان بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن، شكرا جزيلا. طبعا ده كان محمد راي كابتن رمضان وراي معظم الناس اللي يعني بتتفرج على منتخبنا وشايفه بالظبط الديفو فين. لكن نرجع نقول تاني ان حسابات مختلفه تماما، حسابات النوك اوت، مباراة النوك اوت ليها حسابات مختلفة عن دور المجموعات. انت شايف اهم حاجة لازم يعملها كروش في مباراة ساحل العاج هي ايه؟ مبدئيا احنا ساحل العاج بيلعب بنفس الطريقة 4-3-3، عنده عناصر قوية جدا ابرزهم طبعا زي ما شفنا النهارده نيكولوس بيب اللي هو لاعب الارسنال الجناح الطاير، ايضا عندهم هالر طبعا هداف الشامبيونز ليج الحالي ولاعب اياكس امستردام، ده جاب 10 اهداف في الشامبيونز ليج، هو الهداف البطوله او لحد هذا الدور يعني في الشامبيونز ليج الحاليه، فلاعب قوي جدا، عندهم عناصر ممتازه جدا. اهم حاجه لازم نشتغل عليها اولا هنكمل ب 4-3-3، فلازم نستفاد زي ما قال كابتن رمضان ايضا بالبدايه القويه والروح القتاليه والتركيز العالي، ثم توظيف السوليه في مكانه الصحيح اللي احنا شفنا السوليه حتى في بعض الاوقات في المباراه الاخيره امام السودان كان ممكن يحرز اكثر من هدف، فكان في شوطين كان ممكن يجيب هدف يعني مركز ثمانية. رايك محمد لو بنلعب بثلاثه في نص الملعب تقترح مين الثلاثه؟ يعني الثلاثه اللي هيلعبوا في نص الملعب امام ساحل العاج تقترح مين الثلاثه يكون موجودين؟ طبعا انا شايف ان النني يلعب سته، وشايف ان السوليه معاهم زيزو،
ده اقترح طبعا البدايه بيهم هيبقى مهم جدا، ان زيزو بيقدر يلعب بالناحيه اليمين شمال، فلاعب ممتاز رائع جدا، ودايما كنا بنشوفه بيعمل العرضيات لمصطفى محمد بيترجموها لاهداف بشكل كويس جدا. زي ما قلنا مصطفى لاعب هايل، مهاجم هيدرز قوي جدا، فانا شايف ان زيزو من اكتر المفاتيح اللي بنقدر تحرك مصطفى محمد. يعني بتتكلم على حمدي فتحي كسته؟ ممكن نلعب بحمدي فتحي كسته ايضا على يمينه، على يمينه يبقى زيزو، على شماله عمرو السوليه والشناني. اوكي بالظبط. فالمثلث او الثلاثه دول انا شايف هيكون قوه كبيره جدا في نص الملعب، وده المهم لازم نركز عليه بشكل كبير. عمر مرموش زي ما حضرتك قلت بالظبط، يعني انا اعتقد ان احنا ممكن يستفاد بعمر مرموش كورقه رابحه. عمر سريع، عمر عنده روح قتاليه عاليه جدا. طبعا زي ما قلنا هو عمر يعني عايز يعمل حاجات كتير جدا في الكوره، يعني تحس انه مسك الكوره عنده حاجات كتير عايز يعملها، فبالتالي بيفقد الكوره بشكل كبير، وقد يهيئ للناس ان هو بيلعب بشكل فردي بشكل صحيح. كبير صحيح. انا شايف ان عمر طبعا احنا البدايه برمضان صبحي او تريزيجيه تريزيجيه بدا يخش في الاجواء في حتى في مباراه السودان بدا يخش في الاجواء بشكل ممتاز. بس طبعا يلعب في مركزه، يعني بنتكلم على تريزيجيه بيلعب بجناح شمال، وبتتكلم على مصطفى محمد راس حربه ومحمد صلاح، دي الترتيبه الرئيسيه. طب تعالى انا وانت كمان عشان نقيم على مستوى الارقام، على مستوى الارقام ومشوار منتخب مصر خلال الثلاث جولات او دور المجموعات، ممكن نشوفهم مع حضراتكم، لان كمان بيدينا انطباع. يعني انا على المستوى بقول ان على المستوى الدفاعي احنا مميزين جدا يا محمد، احنا عندنا صلابه دفاعيه لحد كبير، عندنا حارس مرمى كبير زي محمد الشناوي، وده جزء مهم جدا جدا في البطوله طبعا. الفريق البطل بيكون عنده حارس مرمى بطل، واعتقد محمد الشناوي ماشي بشكل اكتر من رائع. الخط الدفاع عندنا لا باس به، هو ما يعبنا فعلا هو الترانزيشن، التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه مش موجوده بشكل كويس مع 4-3-3. مع 4-3-3 يعني احنا شفنا الفرق ما بين عمر كمال في مباراه امام بيساو، غينيا بيساو، وامام السودان، في فرق كبير جدا. في المباراه الثانيه امام غينيا كان موجود بيشارك في الجانب الهجومي بشكل كبير جدا. زي ما قلنا هناك رقم في الاحصائيات والارقام، زي ما قلنا لعمر كمال شارك في صناعه اربع فرص حقيقيه. طب ده اللي كنا بنشوفه من الناحيه الثانيه مع ارنولد مع ليفربول على سبيل المثال. بنتكلم دايما على تعالى انا وانت نبص والساده المشاهدين معانا الاحصائيه التحليليه لمنتخب مصر في دور المجموعات. معدل الاستحواذ 58%، معدل لا باس به، ولكن لازم يكون افضل من كده. استحواذك على الكره لازم يكون افضل من كده بشكل كبير، وخاصه عندك لعيبه وعندك امكانيات تقدر تمسك الكره او تحتفظ بالكره بشكل افضل. معدل التمريرات والنسبه صحيحه بمعدل 81%، معدل جيد جدا. التصويب على المرمى 29 تصويبه، ما بينهم 8 ما بين القائم والعارضه. عدد التصويبات لا باس به، لكن التاثير هو اللي لازم نبص عليه شويه. انت بتتكلم 29 تصويبه ما بينهم 8 بس ما بين القائم والعارضه، يبقى لازم عمليه ان يكون في تركيز في التصويب ما بين القائم والعارضه، ده هيكون مفيد جدا لمنتخبنا. اجمالي الفرص 16، واعتقادي رقم 16 في ثلاث مباريات رقم قليل على مستوى وجود محمد صلاح، على مستوى وجود مصطفى محمد وتريزيجيه، وبنتكلم على عمر مرموش، اعتقد رقم قليل. اجمالي الفرص المتاحه للمنتخب المصري 16 فرصه خلال ثلاث مباريات. اجمالي الاهداف المتوقعه 2.9، الاهداف معدل الاهداف تقريبا 0.6 او معدل يعني في المباراتين. دخل مرمانا هدف واحد وشباك نظيفة مرتين. الأرقام ساعات بتكون خادعة شوية، لكن في أرقام بتبقى بتدي مؤشر إنك تشتغل عليها. بنتكلم على التصويبات، تصويبات على المرمى عامل مؤثر جدا جدا في المباريات. لو الفرقة اللي قدامك مقفلة مش قادر تخترق من الأجنحة، يبقى عملية التصويب مهمة، ولازم لا بس لازم يكون تصويب إيجابي على ما بين القائم والعرض. انت شايف التعديل في الحاله الهجوميه للمنتخب المصري نعملها ازاي؟ يعني هجاوب حضرتك قبل ما حضرتك قلت اتفضل. معلومه مهمه جدا، ان الارقام خادعه، والدليل ان السنغال صعدت بهدف وحيد في الثلاث مباريات، صعدت اول مجموعه بخمس نقاط بهدف وحيد من ضربه جزاء طبعا اللي احرزه ساديو ماني.
نرجع هنا، ازاي ان احنا نستفاد من الكواليتي اللاعبين بتوعنا، هم على كواليتي عالي جدا، ونزود من الشراسه الهجوميه من اجل خلق فرص اكتر. زي ما قلنا كنا بنتكلم على 4-3، زي ما قلنا الفرق ما بين عمر كمال في مباراه غينيا بيساو والسودان 4 فرص ساهم فيهم عمر كمال وظهرنا بشكل هجومي افضل، ولكن في مباراه السودان 0 من المساهمه او صناعه الفرص. وده ال 4-3-3 اللي بنتكلم عليه. زي ما بنتكلم على ناحيه الشمال، طبعا ايمن اشرف الجانب الهجومي محتاجين نشتغل عليه بشكل افضل من كده، وان هو يساهم ويزيد. ده احنا بنشوفه مع طبعا كانسيلو، يعني كانسيلو مع مان سيتي طبعا، يعني راجل باك شمال ايضا وبيساهم في الاهداف وبيساهم، يعني هو تقريبا 7-8 اهداف حتى الان في البريمير ليج، ومساهم في 3 او 4 اسيست حتى الان في اخر 11 مباراه في البريمير ليج. وده هو الفكر من 4-3-3، ان انت الباكات هم اللي بيزيدوا كجناحات وبيلعبوا الدور ده، دور مهم جدا بيزود معانا الشراسه الهجوميه وصناعه فرص اكبر. صحيح. وده الدليل زي ما بنربطه باوروبا عايزين نحققه معانا هنا في منتخب مصر. تمام. اوكي هكمل معاك يا محمد، طبعا لسه يعني كلامنا ما خلصش على منتخب مصر وازاي ان شاء الله باذن الله نستعد على المستوى الفني، على مستوى التشكيل، على مستوى كمان الاراده والعزيمه والروح القتاليه لمباراه مهمه جدا جدا في اعتقاد الشخص هتكون عنق الزجاجه للوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله، مباراه يوم الاربعاء امام ساحل العاج. هنكمل حديثنا عن منتخب مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاداء الفني للمنتخب المصري خلال دور المجموعات، وازاي ان شاء الله يوم الاربعاء يكون لينا شكل مختلف، وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه امام منتخب قوي، امام منتخب ساحل العاج، والوصول لدور الثمانيه. ده كان على مستوى الاداء، وكنا بنتكلم على كروش 4-3-3، ما فيش عندنا بلاي ميكر، عندنا الى حد كبير النواحي الدفاعيه عندنا بتسير بشكل جيد، لكن قصور في النواحي الهجوميه والشراسه الهجوميه مش موجوده. لكن كمان على مستوى التصريحات، تصريحات كيروش خلال الاسابيع اللي فاتت قبل البطوله واثناء البطوله كمان كان ليها صدى وليها اجواء على مستوى الجماهير وعلى مستوى الانتقادات في بعض الاحيان. يا محمد شفت تصريحات كيروش ازاي قبل طبعا السفر للكاميرون واثناء يمكن البطوله بقى، خاصه بعد مباراه نيجيريا؟ يعني هو تصريحاته في البدايه كانت استفزت يعني كثير من الناس والجمهور المصري وشعب مصر، لان جالنا الاحساس ان احنا لا احنا رايحين البطوله كبطوله كاس امم افريقيا، ك نقدر نقول ماتشات تدريبيه او زيها زي كاس العرب. جالنا الاحساس ايضا مش واخدين الموضوع بشكل جدي اكتر، احنا مصر اكتر بلد حققت يعني الفوز بالبطوله ديت، تصريحاته دايما. انا عايز اقف عند النقطه دي، وخاصه يعني بنتكلم على خلينا يعني مش كل اللي يتعرف يتقال بصراحه، يعني ليه مش من الوارد ان كان تصريح كروش ان احنا مش رايحين، او احنا يعني رايحين، هو قال انا رايح مش من اهدافي بطوله كاس افريقيا، وان عقدي هو الوصول لكاس العالم. ده فسروا بعض الناس ان احنا لا احنا انت لازم تعرف انك لازم تروح وتنافس على البطوله، وانك لازم توصل لابعد نقطه، بربطها بيمكن تصريحات الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري في بطوله 98، واللي كان بيقول ان احنا مستوانا دلوقتي ما يأهلناش ان احنا نكون حتى في المركز ال 13 في هذه البطوله. لكن على الجانب الاخر كان معانا احنا كلعيبه، هو بيقول كده علشان بيرفع الضغوط عن اللعيبه، بيرفع الضغوط الكتيره جدا اللي كنا فيها من قبل البطوله، وبيحطنا احنا كمان في اوضه مقفوله، وبيقول لنا احنا جايين هنا ظروف صعبه لكن احنا جايين هنا عشان ناخد البطوله او على الاقل نوصل للمباراه النهائيه. تفتكر ان كروش ده ما كانش في دماغه وهو بيتكلم على عقده بس، ان انا محدش يحاسبني على البطوله الافريقيه لان انا عقدي مع اتحاد الكوره هو الوصول لكاس العالم، اثر سلبا على معنويات لعيبه منتخب مصر؟ بالتاكيد، لان الفرق ما بين تصريح كروش والكابتن جوهري وتصريح محمد صلاح نفسه في فرق كبير جدا. تصريح محمد صلاح نحن لسنا المرشحون الابرز او الافضل للحصول على بطوله كاس الامم الافريقيه لهذا العام، ولكن هنبذل اقصى مجهودنا لحد لنرجع بالكاس تاني لمصر.
التصريح بالشكل ده غير تصريح كروش، غير تصريح كابتن جاري، لان تصريح كروش كان بيركز على الديل اللي تم ما بينه وما بين الاتحاد الكوره، انا جاي عشان البلاي اوف او تصفيات كاس العالم والصعود لكاس العالم، وكاس امم افريقيا مش موجوده في الديل. يعني ده اللي استفز، ده مختلف تماما، ده مختلف تماما، وده مش ده اللي بيشيل الضغوط خالص عن اللاعبين. تصريح محمد صلاح، تصريح كابتن جوهري لا يشيل الضغوط، وده في طبعا كلام في الاوضه المغلقه للحماس، زياده الحماس وتشجيع اللاعبين، ده بيكون واضح جدا. واحنا خلاص بدانا الجمهور اصلا فاهم كوره كويس جدا، وفاهم نفس تصريحات بيب جوارديولا، نفس تصريحات كلوب، بيطلعوا قبل اللقاءات ويقولوا شبه التصريحات ديت، بيشيل الضغوط، ولكن هو عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. لا، في فرق كبير جدا ما بين التصريحات ده، خصوصا تصريحات بعد كده بعد اللقاءات. دايما بحس ان بنرمي اللوم مره على الحكام، مره على التنظيم، مره على حاجات كتيره جدا، بدون التركيز على الامور الفنيه، وازاي استخدام التولز او الادوات الحقيقيه، ازاي اطلع احسن ما عندي من 4-3-3 اللي انا مصر عليها ايضا. ده رالف رانجين مدرب مان يونايتد الحالي اول ما رجع تاني، وده طبعا الشيخ المدربين، يعني هو استاذ توخيل واستاذ معظم المدربين على الساحه، بدا مع مان سيتي باللعب 4-2-2-2، غير الطريقه في اخر مباراتين خلاها 4-3-3، وحرر مع المان يونايتد، مع المان يونايتد، وحرر برناندو سيلفا سوري برناندو فرنانديز بيرو بالظبط، يعني برونو فرنانديز، انا بتكلم على برونو حرر. خلينا بس عشان الناس دايما محمد تقول المقارنات صعبه شويه ما بين المدربين في اوروبا او اللعب في اوروبا، او ما بين حتى ليفربول واداء ليفربول او صلاح مع ليفربول ومع منتخب مصر، بيبقى في شويه ظلم في الموضوع دوت، لان في اجواء مختلفه وفي كواليتي مختلف وفي اداء مختلف حتى على مستوى المدربين وعلى مستوى اللعيبه. على مستوى التصريحات زي ما بقول لحضراتكم، كيروش يمكن بدا بشكل ايجابي يتكلم في تصريحات ايجابيه، تعالوا مع بعض نشوف قال ايه بعد الفوز على السودان 1-0. And I feel that Egypt deserved to win this game. أشعر أن مصر كانت تستحق الفوز بهذه المباراة دون أدنى شك. عدد الفرص التي قمنا بخلقها خلال المباراة، كرة القدم التي لعبناها، لكن شكل المباراة كان بسيطا للغاية. المنتخب المصري لعب بأسلوب واحد، البناء من الخلف، التمرير، محاولة اللعب من الأجنحة في وسط الملعب، وضد فريق كان منظما للغاية في الهجمات المرتدة. في كل مرة يفوزون فيها بالكرة حاولوا تمرير الكرة خلف مدافعينا، كان مدافعونا مثاليون في المباراة، فزنا بغالبية الكرات الثابتة، ومن هناك قمنا ببناء فرص أكثر وكافية لتسجيل 3 أو 4 أهداف، لكن لسوء الحظ لم نسجل سوى هدفا واحدا. استمرت المباراة بوجود الدافع للسودان، لأنه عندما تكون متأخرا بفارق هدف واحد فقط يكون لديك دائما أمل، وهذا هو العدل. استخدموا أسلوب الهجوم المرتد، وقد استخدمنا أسلوبنا، لكنني أعتقد دون أي شك أننا كنا الفريق الأفضل على أرض الملعب، ونحن من يستحق الفوز بالمباراة. ده كان تصريح طبعا كروش بعد الفوز على السودان 1-0. محمد تعليقك. يعني هو تصريح يبدو إيجابي إلى حد ما، ولكن نحن الأفضل، السودان لا يمتلكون طبعا الجودة، جودة لاعبين عالية زي ما احنا عارفين، ولكن السودان الروح القتالية والمجهود الرائع اللي عملوه وتقفيل المساحات، رغم ان هم عندهم مشكلة كبيرة جدا في الكرات الثابتة والكرات العرضية، واحنا ما عرفناش نستغلها بشكل كبير. انا كنت اتمنى التصريح يعني يظهر حتى الحقيقة ان احنا هنشتغل على طريقه لعب او ازاي نستفيد بطريقه اللعب بشكل افضل من كده. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كان امام تعادل من السودان في 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 النص، من الدقيقه 70 بدات السودان تقف على ارضيه الملعب تمسك الكوره، البيلد اب بدا يظهر بشكل كويس، الفرصه الحقيقيه الشوطه اللي شالها محمد شناوي جت بعد كده اتردت، والفولو جت في وشه،
لا كان في خطوره، كان ممكن نتعادل يعني. لا احنا من بعد الدقيقه 70 وبعد التغيير نزل زيزو، ما لحقش ان هو يظبط المكان ده بقى مع تريزيجيه، حصل فيه دروب، فيه تخابط ما بين المراكز، ما بين زيزو، ما بين تريزيجيه، ما بين ايضا محمد صلاح ساب ناحيه اليمين، عمر كمال ما بقاش يزيد معاه، حصل تخبط هنا كابتن هاني تكتيكيا يعني. بعد كده في الدقيقه 83 بدا ينزل مروان، بدا ينزل حمدي فتحي في اخر خمس او سبع دقائق، يعني انا منزل مهاجم في اخر خمس دقائق عشان استفيد منه، عشان ايه المردود؟ انت في اربع خمس دقائق ما اعتقدش ان المهاجم هيدي حاجه في مثل هذه اللقاءات. فانا طبعا يعني بعترض لبعض الشيء مع التصريح دوت، وكنت اتمنى ان احنا خلاص احنا عندنا بعض المشاكل والاجواء والمجموعات ليها حساباتها، ولكن المباريات القادمه نستعد ان شاء الله للدور ال 16 بشكل كبير مختلف. طيب خلينا نروح دلوقتي عبر زوم من فرنسا للاعب جزائري مميز جدا سفير تايدر. طبعا تايدر ده لعيب مميز ويمكن لعب في انديه كبيره على مستوى الدوري الايطالي، لعب في الانتر، على مستوى الدوري الانجليزي لعب في ساوثهامبتون، وكمان على مستوى المنتخب كان من احد ابطال المنتخب الجزائري اللي قابله المنتخب الالماني في كاس العالم 2014. لاعب ذو مستوى رائع، لاعب وسط ملعب، ليه اهداف كبيره جدا وقويه جدا مع الانتر ومع منتخب بلاده المنتخب الجزائري. طبعا بنرحب بيه عبر زوم هنا في قناه النادي الاهلي. سفير مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن، انا سعيد بالتحدث معك لاني اعرفك جيدا، ومساء الخير لجميع جماهير النادي الاهلي. اعلم جيدا ان الاهلي الفريق الاقوى في افريقيا، واتمنى ان يقدم الاهلي اداء رائع في كاس العالم القادم امام مونتيري، وحظ سعيد للنادي الاهلي الاعظم في افريقيا. تايدر طبعا عايز اقول لك ان فعلا على مستوى مصر كلنا يعني غير سعداء بخروج المنتخب الجزائري كمنتخب عربي شقيق، منتخب حامل لقب البطوله الافريقيه للنسخه الماضيه. شفت خروجه ازاي؟ تابعت خروج المنتخب الجزائري في اكبر مفاجآت الكاف في البطوله. نعم أنت على حق، هذه ليست أمسية سعيدة لكل شعب الجزائر ولنا كلاعبون في منتخب الجزائر. للأسف ليس لدي العديد لكي أقول عن مستوى زملائي في المنتخب الجزائري وعن مستوى المدرب، لكن صدمة أنت تشاهد ملامحي، إن كنت تشاهدني ملامح غضب أكيد، لكن لدينا فريق قوي وفريق عظيم، كنا أبطال وما زلنا أبطال، ولدينا مباراة هامة في مرحلة البلاي أوف للصعود لمونديال قطر، يجب أن نتحد جميعا، ونحن دائما خلف الفريق وخلف المنتخب وندعم الجميع وأولهم المدرب. أريد أن تهنئ أبطال الجزائر، هم خرجوا لكن سيظلون أبطال. ما فيش شك طبعا جمال بالماضي أبرز المدربين في أفريقيا، وحقق يمكن ريكورد كبير جدا مع المنتخب الجزائري في عدد اللا هزيمة، أعتقد وصل لي يمكن 30 ما خلني الذاكرة 30 مباراة بدون هزيمة، ولكن 35 مباراة بدون هزيمة، وكان ده ريكورد على المستوى كبير على مستوى عالمي. شايف جمال بالماضي ومستقبله مع المنتخب الجزائري ازاي في الفترة اللي جاية؟ جمال بالماضي ارتبط بما صداقة شخصية كبيرة بجمال بالماضي، كان الفضل في خروج سفير تايدر وعرفته منذ الصغر، مراد الرب عظيم، كل ما فعله للمنتخب الجزائري كان عظيم وكبير، لكن أقول عبر قناة النادي الأهلي رسالة للاتحاد الجزائري،
يجب الاحتفاظ بجمال بالماضي في تدريب المنتخب الجزائري لأنه شخص رائع. أنا بضم طبعا صوتي لصوتك، يعني طبعا كلنا زي ما بيقول كانت مفاجأة لنا في الشارع المصري، منتخب الجزائري منتخب عربي منتخب قوي منتخب يعني يضم العديد والعديد من النجوم على المستوى العالمي، وكانت طبعا مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب الجزائر الفترة الجاية، وبضم صوتي لصوتك لأن جمال بن ماضي من المدربين المميزين جدا جدا على المستوى الأفريقي خلال مشواره اللي فات. طيب خليني أروح معاك لجزء آخر وهو الكرة الأفريقية بصفة عامة. شايف قد ايه اللاعب الافريقي في تطور كبير جدا جدا في السنوات الماضيه، ودليل على ذلك وجود لاعبنا المصري العربي الافريقي محمد صلاح كافضل اللاعبين على مستوى العالم، بل الافضل في العالم دلوقتي. صلاح تعرفت عليه في إيطاليا عندما كنت في بولونيا والإنتر، وهو كان يلعب في فيورنتينا. لاعب كبير قوي جدا. صلاح اعتبره مثال رائع للاعب الأفريقي واللاعب العربي، ويجب أن يكون قدوة للعديد من اللاعبين الأفارقة واللاعبين العرب، لأنه قام بأفعال وأشياء خارقة في كرة القدم، وجاء من لا شيء ليصبح الأفضل في العالم، وهذا درس يجب أن يعلمه الجميع في مصر واللاعبين الأفارقة وفي الجزائر. مصر والجزائر لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، هناك العديد من اللاعبين المصريين أيضا الرائعون يعجبوني شخصيا ليس فقط صلاح، وأتمنى للمنتخب المصري التوفيق في بطولة أفريقيا القادمة أمام كوت ديفوار. لكن صلاح أبعث تحية لصلاح من خلالكم، وأتمنى له التوفيق في بطولة أفريقيا وأن يساعد منتخب مصر، لأن مصر بلد عظيمة. أكيد أنت متابع أن خلاص إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي مباراة طبعا دور الستاشر ما بين المنتخب المصري ومنتخب ساحل العاج. شايف المباراة دي ازاي من خلال رؤيتك الفنية، من خلال طبعا مشاهدتك لمنتخب ساحل العاج أمام المنتخب الجزائري، شايف المباراة فنيا ازاي وحظوظ المنتخب المصري في تخطي هذه العقبة إن شاء الله؟ هناك شيئين. الأولى أن يجب أن يعلم المنتخب المصري أن كوت ديفوار أقصد منتخب الجزائر، هذه رسالة كبيرة لمن يفهمها. الشيء الثاني، المنتخب المصري لديها العديد من المقاومات لكي يعبر كوت ديفوار، وأتمنى ذلك. كلنا نتمنى ذلك إن شاء الله، لكن من خلال رؤيته للمنتخب المصري بالنسبة أنت لعيب كبير وطبعا عندك خبرات على المستوى الدولي على المستوى العالمي ولعبت في أندية كبيرة، شايف المنتخب ما ينقص المنتخب المصري لغاية دلوقتي من خلال البطولة الأفريقية، وما يجب أن يصنعه المنتخب المصري أمام منتخب ساحل العاج إن شاء الله للفوز بهذه المباراة فنيا من خلال رؤيتك الفنية؟ Allora, يا جماعة تعلم. Sì, sì, la sento, mi dica. Sì, ti dicevo, no, io cioè sono giocatore, quindi أنا لاعب. Cioè non sono allenatore, ma quello che لست مدرب لكي أتحدث عن الأشياء الفنية، لكن إذا ما كنت تريد رأيي بالنسبة لبطولات أفريقيا، لعبت بطولة أفريقيا كلاعب وكنت أتمنى أن أكون مع زملائي، لكن أنتم لديكم صلاح، لكن يجب على المنتخب المصري أن لا يعتمد فقط على محمد صلاح، لأن المصريين دائما ما يتحدثون عن صلاح، لديكم عديد من اللاعبين سوبر كواليتي يجب أن تعتمدوا عليهم أيضا. صحيح. طيب طبعا عايز اساله سؤال شخصي ليه هو شويه، انت طبعا سفير، انت لسه عندك 29 سنه، لعبت على مستوى الخبرات الاوروبيه، لعبت في الميلان، لعبت في ساوثهامبتون، وعلى مستوى المنتخب لعب اكتر من مباريات كثيره جدا مع المنتخب الجزائري، كنت لاعب في كاس العالم 2014، فينك دلوقتي، موجود فين، والخطوه اللي جايه ايه ان شاء الله؟ أنا الآن متواجد في مدينة تولوز في فرنسا
للأسف قمت بفسخ تعاقدي مع النادي السعودي نادي العين السعودي بعد المشاكل. لم أتقاضى راتبي لأكثر من 8 شهور. للأسف قمت بفسخ التعاقد. وقمت بإسقاط تعاقدي مع العين. هناك قضية في الفيفا فزت بها وأتمنى الحصول على مستحقاتي لأني كنت وفي معهم ووافيت بكلمتي مع النادي السعودي. أنا الآن فري وفي الأيام القادمة سأكون لاعبا في أحد الفرق. كان عندنا في مصر طبعا أمير سعيود وقاسي سعيد من اللعيبة المميزة جدا، اللعيبة على مستوى المنتخب الجزائري وعلى مستوى طبعا قدموا مستويات رائعة هنا في الدوري المصري، مع طبعا تطور الدوري المصري بشكل أكتر من رائع بقى دوري من الدوريات القوية. سفير، هل تعتقد أن يكون ليك مكان في الدوري المصري الفترات اللي جاية وتكون موجود كمحترف جزائري في الدوري المصري؟ يضحك سفير. أعلم جيدا أن مصر بلد عظيمة، الدوري المصري دوري قمي، لكن بالنسبة لي أتابع النادي الأهلي وهناك أيضا الزمالك وهناك أيضا الفريق بيراميدز، لكن أنا أبحث عن مشروع سيريس، مشروع جاد ويكون لي نقطة هامة في مصر، وأريد أن أفوز. إذا ما جئت إلى مصر يجب أن أشارك أساسي ويجب أن أشارك بصفة أساسية لكي أساعد الكرة المصرية في النهوض. مصر بلد عظيمة أحترمها وأحترم الدوري المصري، وأتمنى طبعا أن أكون يوما من الأيام في الدوري المصري إذا ما قام أحد الوكلاء وإذا ما كان هناك عقد أفضل ممن أنا عليه الآن. سفير تايدر طبعا اللاعب الجزائري، بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك ان شاء الله في مستقبلك على المستوى الكروي. طبعا هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع سريعا في اخر فقرات المحترف ونكمل مشوار منتخبنا استعداداته وايه اللي يعمله كروش ومنتخبنا ان شاء الله اليوم الاربعاء اللي جاي، مباراه باذن الله الفوز فيها وتكون بوابه العبور لمباراه النهائية إن شاء الله في الكاف في الكاميرون بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. محمد تعالى أنا وإنت نشوف الفرق اللي وصلت، وطبعا وإحنا بنتكلم دلوقتي ما زال طبعا المنتخب التونسي بيلعب أمام جامبيا تعادل 0-0، لكن أعتقد مالي كسبانة 1-0 بالتالي مالي دلوقتي على رأس المجموعة. تعالى نمسك المجموعة الأولى طبعا وتصدر المنتخب الكاميروني لهذه المجموعة. طبعا كاميرون ظهرت بشكل قوي جدا، أكثر المنتخبات إحرازا للأهداف. الكاميرون 7 نقاط أحرز 7 أهداف، طبعا عندهم المهاجم القوي فينسنس أبو بكر أحرز طبعا هداف البطولة لغاية دلوقتي، حتى الآن 5 أهداف بالظبط. كاميرون في المركز الأول 7 نقاط، بوركينا فاسو في المركز الثاني 4 نقاط، والرأس الأخضر طبعا مؤهل لدور ال 16 ب4 نقاط، واثيوبيا طبعا يعني عدد النقاط نقطه واحده من تعادل وحيد وهزيمه مرتين. طبعا الكاميرون ظهر بشكل افضل طبعاً من طبعا كل الفرق الموجوده في مجموعاته، رغم ان بوركينا فاسو كمان من الفرق القويه جدا. طيب المجموعه الثانيه، نروح للمجموعه الثانيه. طبعا السنغال في المركز الاول ب5 نقاط، غينيا في المركز الثاني ب4 نقاط، كمان ملاوي اعتقد تأهلت اكيد للمركز في المركز احسن توالي في هذه المجموعه. زيمبابوي بالنسبه لك مفاجاه، رغم المنتخب زيمبابوي منتخب قوي، رايك ايه في المجموعه دي؟ طبعا المجموعه ايضا مجموعه قويه ولكن كانت ضعيفه فنيا في بعض اللقاءات. السنغال صعدت زي ما قلنا بهدف وحيد من ضربه جزاء لساديو ماني ب5 نقاط، غينيا 4 نقاط، ملاوي طبعا هي المفاجاه وأحسن توالت تم صعودها يعني. ماشي، المجموعة الثالثة نشوف مع طبعا المنتخب المغربي في المركز الأول ب7 نقاط، الجابون في المركز الثاني 5 نقاط، جزر القمر ب3 نقاط، وغانا
مفاجأة طبعا خروجها من الأدوار الأولى أول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية، خروج غانا بنقطة واحدة. طبعا مفاجأتين إيجابية وسلبية. السلبية كانت طبعا على غانا وخروج غانا، الإيجابية طبعا الجابون وظهور الجابون بالشكل القوي وتعادل مباراتين وقفت غانا. على فكرة كابتن هاني في أقوى مباراة كانت الجابون والمغرب، كانت متقدمة على المغرب 2-1 وأشرف حكيمي أحرز الهدف التعادل في الدقيقة 83 84، هدف رائع طبعا وتعادلوا مع الجابون، جابون وقفت المغرب تعادل وتعادلت أيضا مع غانا 1-1 وكانت من أقوى المجموعات. يمكن طبعا قبل طبعا وإحنا بنقول المجموعات قبل تبدأ البطولة كان كل الناس بتتكلم إن اللي هيوصل هو المغرب وغانا، ويمكن الجابون من أحسن توالد. دلوقتي وصل جزر القمر في مفاجأة كبيرة جدا جدا كأحسن توالد وخروج المنتخب الغاني. طيب نروح للمجموعة الرابعة، لمجموعة منتخب مصر. تصدر نيجيريا بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، مصر في المركز الثاني بست نقاط، والسودان بنقطة وغينيا بيساو بنقطة واحدة. طبعا يعني منتخب نيجيريا بالعلامة الكاملة من أكثر أو تاني أكثر المنتخبات إحرازا للأهداف في البطولة، ست أهداف بعد الكاميرون، كان الكاميرون سبع أهداف زي ما قلنا. فريق نيجيريا فريق قوي جدا، ظهر بشكل قوي جدا. مصر طبعا يعني من أكثر الدول، وطبعا إن شاء الله وطبعا صعود كنا نتمنى طبعا صعود مصر في المركز أول، لكن زي ما بقول اللي عايز البطولة ما بيفرقش مع مركز أول مركز تاني، المهم ما هو قادم ومباراة قوية إن شاء الله أمام منتخب ساحل العاج. نروح للمجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة طبعا ساحل العاج بسبع نقاط، غينيا الاستوائية بست نقاط في المركز الثاني، سيراليون في المركز الثالث بنقطتين، والمفاجأة الكبرى هو تزيل المنتخب الجزائري هذه المجموعة بنقطة واحدة. صحيح، هنا المفاجأة الكبرى أيضا هو ظهور سيراليون بهذا الشكل الرائع في البطولة. طبعا عرفنا شفنا غينيا الاستوائية والظهور الرائع طبعا والفوز الكبير حققته على الجزائر، طبعا مفاجأة طبعا خروج الجزائر اليوم. كوت ديفوار ساحل العاج هو الأقوى ويمتلك عناصر قوية جدا زي ما قلنا. المجموعة طبعا الستة لسه المباريات بتتلعب طبعا دلوقتي، أعتقد في ظل النتائج ويفوز مالي على موريتانيا 1-0 طبعا بيكون مالي دلوقتي في المركز الاول بسبع نقاط، جامبيا في المركز الثاني بخمس نقاط. انا بتكلم في ظل النتائج اللي لغايه دلوقتي الجدول دوت اللي شايفينه يمكن قبل المباريات، لكن حاليا فوز مالي على موريتانيا 1-0 وبالتالي مالي في المركز الاول، جامبيا في المركز الثاني، تونس في المركز الثالث باربع نقاط، واعتقد خلاص تونس كده كده مؤهله للدور القادم. محمد يعني برضو من المجموعات القويه طبعا، يعني مجموعه قويه وفيها مفاجاه كبيره وهي جامبيا، يعني الى قبل هذه المباراه جامبيا هي يعني بتتصدر المجموعه ودي اكبر مفاجاه شفناها. تونس اكيد بهذه النتيجه هتصعد احسن توالد، وطبعا مالي مفاجاه كبيره جدا والفوز على موريتانيا حتى الان 1-0 وصداره المجموعه، ايضا مجموعه من اهم المجموعات اللي شفناها. بطوله قويه جدا محمد، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني، ومبروك لمنتخب مصر، ومره اخرى فوزنا على كوت ديفوار المباراه القادمه هو مؤشر قوي جدا للحصول على البطوله والعوده لمصر بالكاس ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد، شكرا لحضراتكم. باذن الله ان شاء الله انا متفائل خير، باذن الله هنلعب يعني ساحل العاج، ودايما برجع لذكريات 98، تفائلوا خير ان شاء الله المنتخب المصري قادر انه يصعد باذن الله الدور الثمانيه يكون بوابه الصعود للمباراه النهائيه ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا وكل الشكر لحضراتكم على المتابعه، لقائمة حضراتكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ويوم جديد من ايام المحترف.